طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حياكم الله وبياكم. نرحب بالحضور جميعا، بارك الله فيكم، ونشكر معهد الخوارزمي، بارك الله فيهم أجمعين، والعاملين فيه، وعلى رأسهم الدكتور محمد الدماس، لما يبذلونه من جهود حقيقة في نشر هذه الثقافة، ثقافة التدريب، وهم حريصين على أن يحصل يعني المشارك على أكبر قدر من الدورات من جهة، ومن جهة أيضا على الشهادات التي تفيدهم في التقديم على ديوان خدمة مدنية وعلى الوظائف أو على جهة معينة تقبل هذه الشهادات. وكما ذكرنا بالأمس، كان التقديم ينتهي في 17 محرم، ولكن مدد أظن إلى شهر 5، لا أعلم بالضبط إلى متى، لكن هم يعني حريصين أنهم يعني يبلغون الجميع بهذا. ولعل أحد يكتب لكم الرابط تبع التليجرام، لهم مجموعة في التليجرام، الأخبار تأتي باستمرار ودوراتهم متواصلة فيها. جيد أن يعني يحتاج إلى مثل هذه يستفيد منها. نعم، هي في معتمدة في فارس، دوراتهم معتمدة في فارس وفي غيرها، يعني تجدون الأخبار هذه موجودة عندهم. أنا ما لي علاقة فيها كثير أو ما أتابعها، لكنها موجودة عندهم وهم حريصين على هذا. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. بالأمس كان بدايتنا تقريبا، يمكن بدأنا في أنماط الشخصية، واليوم إن شاء الله بنأخذ فن التعامل مع الآخرين. الدورة كما ذكرنا لكم بالأمس كانت أنماط الشخصية وفن التعامل مع الآخرين، وهي عبارة عن موضوعين مختلفة عن بعضها البعض، وكذلك يعني ممكن تكون في دورتين، كل دورة مستقلة بذاتها، وكل واحد من هذه المواضيع يحتاج إلى أكثر من يوم، ولكن نحن دمجناها في دورة واحدة بمسمى واحد من أجل أنها مترابطة في الحاجة. ففن التعامل مع الآخرين يحتاج إلى معرفة أنماط الشخصية. أنماط الشخصية يحتاجها المربي والمعلم والأب والأم ومن يتعامل مع الناس لأشياء كثيرة، وأيضا حتى المستشار النفسي والمستشار الأسري يحتاجون إلى مثل هذه الأشياء. لكن نحن الآن فقط نركز على الجانب الذي يتعامل أو له علاقة بفن التعامل مع الآخرين، مهارة التعامل مع الآخرين. فذكرنا بالأمس الأنماط الشخصية وتحدثنا عنها، وكنت أنا مسرور جدا حقيقة بتفاعلكم، ومسرور جدا بالملاحظات اللي ظهرت من الجميع. اليوم إن شاء الله بنواصل، فنبدأ يعني ب المراجعة للأمس، نشوف يعني أمس ما هي الأشياء اللي إحنا، فلعلكم يعني تذكرون بالأشياء اللي كانت بالأمس. أنا أنتظر الكتابة في كذا، يعني ما هي الأشياء اللي ذكرت بالأمس، يعني أنا أبغى إيش؟ أبغى الشيء الذي علق في ذهنك، وليس مكتوب في ورقة أو في مفكرة، إنما الشيء الذي علق في ذهنك. تكتبون ما هي الأشياء التي علقت في ذهنهم. 4 مربعات، جلال 4 مربعات، ما شاء الله. أنماط الشخصية 18، 16 يا عبد الرحمن، 16 هي، أو عدد الشخصيات، يعني عدد الشخصيات المختلفة هي 16. نعم 16، إلهام 16، ما شاء الله. طيب، ما شاء الله ما شاء الله،
أنماط للاختبارات، معرفة أنماط الشخصية المناسبة للوظائف وكذا جيد. كيف توظيف كل نمط شخصية لكسب الأشخاص، لازم نتعرف على أنماطهم. نعم جميل. طيب أنا بذكر لكم يعني الأشياء اللي مرت معنا بالأمس، وهي أول نقطة أهمية التعامل مع الآخرين. يعني إنه فن التعامل مع الآخرين، مهارة التعامل مع الآخرين، هذا مهم جدا. واليوم إن شاء الله سنخصص له عصف ذهني، سنخصص له وقت للعصف الذهني لفن التعامل مع الآخرين. يعني ما هي فائدته، سواء من واقعك أنت أو من يعني مما تعلمته أو درسته. أيضا ذكرنا إنه ما يعنينا نحن، أو ما يعيننا على فن التعامل مع الآخرين أو مهارة التعامل مع الآخرين، هو فهم نفسياتهم. كيف أفهم نفسياتهم؟ أفهم نفسيتي أنا أولا، أو أفهم نمط شخصيتي أنا، أو أتعرف على خصائصي أنا، وأتعرف على خصائص الآخرين، وما هو الفرق، وكيف أستطيع أكسبه، ولماذا هو يختلف عني، لماذا أنا أختلف عليه، لماذا نتعارض، إلى آخره. أيضا من الأشياء التي مرت معنا بالأمس، أنه تحليل الشخصية وفقا لهذا المقياس اللي هو الـ MBTI، وهو واحد من عدة مقاييس وليس مقياس واحد. هذا من أشهرها، ويأتي أيضا من أشهرها بوصلة التفكير مقياس هيرمان. وهذا إن شاء الله ستكون له دورة قادمة، الثلاثاء القادم، الثلاثاء والأربعاء والخميس القادم، الثلاثاء الأربعاء والخميس في نفس الموعد من 9 إلى 12 إن شاء الله، وبنفس القاعة وبنفس الرابط. فيكون عندنا إن شاء الله الثلاثاء القادم مع الأربعاء مع الخميس دورة في تحليل الشخصية، أو معرفة بوصلة التفكير، وسميت بوصلة إنه أنت كيف تفكر. هذا مقياس آخر أيضا يساعد على فن التعامل مع الآخرين، أو كيف إن إحنا نتناغم مع الشخص الآخر، سواء كان معلم مع طالب، أو طالب مع معلم، أو ولي أمر والد والدة مع أبنائهم، أو صديق مع صديقه، أو زملاء عمل، أو فريق عمل، أيا كان هؤلاء. ثم ذكرنا أنه الأصناف هي 16 صنف تقريبا، إذا إحنا أخذنا الأربعة مع الأربعة اللي هي 8 شخصيات مختلفة، أو 8 أنماط رئيسية، فأربعة تضاد أربعة، منها يطلع عندنا 16 صنف. هذه ال 16 صنف، الصنف الواحد يعني لو مثلا اجتمع 10 أشخاص، 20، 100 شخص، كلهم صنف واحد، أيضا لن يكون منهم اثنين صورة طبق الأصل. يعني فكون أن نأتي إلى أن نقول يعني أنه والله 16 صنف، معناته الناس كلهم 16 نوع. وهذا يذكرني أيضا بخرافة النجوم، ونجم فلان هو الميزان، ونجم فلان هو الأسد، و في يقول فلان انت نجمك الاسد، اذا انت صفتك كذا كذا، انت نجمك العقرب، انت صفتك كذا كذا. كلام فارغ، هذا كلام فارغ تماما. ليش؟ لانه معناته ان العالم كله هم 12 نوع فقط لا غير، 12 نوع. اذا كان كل نجم من هذه النجوم، واحد ولد في الميزان، واحد ولد في الاسد، فله خاصية معينة، اذا الانواع هي 12 فقط لا غير. وكما ذكرنا بالامس انه الاخوة الاشقاء، التوأم الأشقاء، ليسوا سواء. فكيف التوأم الغير أشقاء اللي ليسوا من بويضة واحدة، فكيف الإخوة الأشقاء اللي هم ليسوا توأم، فكيف المتباعدين؟ يعني في البيت الواحد أسرة مكونة من 4 5 إخوة، كل واحد عالم مختلف، فكيف زملاء عمل، وكيف مثلا فريق عمل في مكان ما؟ لا شك أن هذا يعني يختلف. وأيضا يعني ذكرنا أشياء، منها الأشياء اللي أنتم ذكرتموها، إنه يعني ما هي الوظائف المناسبة كما ذكر الأستاذ جلال، وأيضا غزال ذكرت إنه فهم الشخصيات وأعمال كل شخص أين يناسبه. كل ما ذكرتموه جيد. اليوم إن شاء الله إحنا بنواصل، لكن حنذكر أيضا الأشياء اللي ذكرت بالأمس، وهي إنه إحنا قلنا إنه الإنسان أو الناس يصنفون على 4
محاور. المحور الأول هو من أين يستمد الإنسان طاقته، يعني كيف يكون نشيط وفعال وكذا. هل هو من النوع المنفتح الخارجي اللي يستمد طاقته من الخارج من الآخرين؟ فإذا كان في فريق عمل تلقاه يبدع، إذا كان وسط الناس يبدع، إذا مواجه الجمهور يبدع. أو هو النوع الثاني اللي هو يسمى منفتح للداخل، أو بعبارة أخرى يعني سلبية شوية، أنه منطوي أو أنه غير اجتماعي، وهذا لا ينشط ولا يستطيع أنه يقدم أو يبذل إلا إذا كان في عزلة من الناس. أيهم الأفضل؟ كلهم أفضل، وكلهم ممتازين، وكلهم رائعين، وكلهم نحتاج إليهم. هذا يصلح في مكان وهذا يصلح في مكان. وكما ذكرنا بالأمس، أنه من الخطأ أن نقول ضع الرجل المناسب وكذلك المرأة في المكان المناسب، وإنما نقول ضع الشخص في المكان المناسب. أيا كان هذا الشخص فهو مناسب، لكن متى يكون مناسب حقا؟ إذا وضع في مكانه. أيضا ذكرنا محور آخر، وهو كيف يستقبل الإنسان المعلومات من الخارج، كيف يتلقى المعلومات، كيف يعني تأتيه المعلومة أو البيانات أو القواعد أو الثقافات، كيف تصل؟ هل هو يأخذها بالحس أو بالحدس؟ الحس لازم يكون شيء يلمسه، لازم يكون شيء يتعامل معه، لازم شيء يشاهده بعينه، لازم شيء يسمعه، لازم شيء يلمسه، لازم شيء يمارسه. فهذا نقول عنه بالحس. الآخر اللي هو الحدسي فهو يتلقاها ببديهته، بفطرته، بإحساسه الداخلي، وتسمى الحاسة السادسة. طبعا كل إنسان عنده هذه وعنده هذه، لكنها أحيانا تكون تسيطر واحدة على الأخرى. المحور الثالث هو كيف يتخذ الإنسان القرار، يعني في تعامله مع الآخرين أو في وظيفته أو في عطائه أو بذله، كيف يتخذ قراره. هل هو إنسان عقلاني ويقيس الأمور بالمنطق وبالعقل وبالمصلحة وبالأنظمة والروتين، أو هو إنسان عاطفي يعني يتجاوز كل هذه ويراعي نفسيات الناس، ويراعي هذا لا يزعل وهذا لا يأخذ في خاطره وهذا لا يحزن وهذا لا كذا. فالجميع مناسب، لكن كل واحد يصلح في مكانه الصحيح. هذا مناسب في مكان وهذا مناسب في مكان. الإنسان العقلاني والمنطقي هذا لا يصلح إلا في أماكن دقيقة جدا لا تحتمل الخطأ، ولا ترغب ولا تقبل المجاملة أبدا، فهذا يناسب هنا. بينما الآخر هو يناسب في الأشياء الإنسانية والعلاقات، يعني يتجاوز النظام ويتجاوز التعليمات ويتجاوز كذا، ويراعي كل شخص بحسب ظروفه، كل شخص حسب نفسيته، حسب ظروفه، حسب مكانته إلى آخره. النوع الرابع أو المحور الرابع وهو كيف ينظم الإنسان العالم من حوله، يعني كيف يؤثر على الآخرين أو كيف يتعامل معهم، أمر، نهي، تنظيم، تنسيق، توزيع مهام. فالنوع الأول اللي هو الحكم أو الحازم، وهذا يعني لا يقبل التنازل، ويرتب أموره ويخطط وينظم ويضع لوائح وقوانين. والثاني اللي هو التلقائي، اللي هو بكل بساطة بدون تخطيط، بدون يعني تفكير من قبل، بدون يعني في نفس اللحظة، فتجده يعني على سجيته، ما يتكلف شيء. هذا يختلف عن هذا تماما. احنا نحتاج إلى هذا ونحتاج إلى هذا، نحتاج الجميع، ولكن كل واحد يكون في مكانه الصح. هذه تقريبا يعني ما مر بنا أمس وذكرناه، ويعني كانت حديث عنها تقريبا مفصل، نسترجعها لأنها بتساعدنا الآن في موضوع اليوم، وهو فن التعامل مع الآخرين. كذلك ذكرنا أن هناك يعني أربعة أنواع أو أربع مسميات مقابل أربعة، هي كلها ثمانية، لكن أنت عندك شيء من هذه الثمانية، يعني الثمانية كل هذه موجودة عندك لكن بنسب مختلفة. فمثلا على سبيل المثال، الاجتماعي يقابل المتحفظ، أو هذا يسمى المنفتح للخارج، هذا المنفتح للداخل، هذا يقابل هذا.
أنت عندك شيء من هذا وعندك شيء من هذا. ممكن عندك شيء من هذا يصل إلى 50%، هذا إلى 50%، أو هذا أكثر وهذا أقل. أو هذا يعني ممكن تكون أنت تصل فيه إلى 70% وهذا إلى 60% بحسب البنود اللي هي تندرج تحته. اللي إحنا نريده ما هو الأكثر اللي يغلب عليك، يعني اللي يغلب عليك في مقياسا اللي كان بالأمس، ما هو الشيء الذي يغلب عليك، هذا أم هذا؟ تختار واحد، لكن الاثنين موجودة عندك، كذلك الحسي والحدسي موجودة عند الجميع، وكذلك بقية الأشياء. فهي هذه الثمانية تكون موجودة عندنا جميعا، كلها موجودة عندنا ولكن تتفاوت. فمثلا لو شخص اجتماعي وهو غير متحفظ، يعني اجتماعي لكنه يعني في عملية تحفظ أقل، وطلع عندي 4 أشخاص 10 أشخاص كلهم من نفس النوع، كلهم نمط اجتماعي، هل هم سواء؟ لا، ليسوا سواء، لأن الاجتماعي درجات أيضا والتحفظ درجات، فهو يختلف من شخص إلى شخص. فحتى لا نحصر الشخصيات في 16. أيضا بالنسبة للصفات والأنماط الثمانية، أخذنا يعني بعض خصائصها وقلنا إنه عندنا صفة الانبساطي اللي هو الاجتماعي وصفة الانطوائي، هذه هي يعني شبه متضادة أو شبه مكمل لبعضها البعض، فأنت إما يغلب عليك هذا أو يغلب عليك هذا. فالانبساطي أو الاجتماعي يتحدث أكثر مما يستمع، هذه أبرز ما فيه، يميل للمناقشة في مشكلته مع الآخرين، يتمتع بصداقات متعددة، عنده أصدقاء كثير، يعني كل واحد يصاحب ويصاحب كل أحد، ما عنده أي تحفظ. بينما الانطوائي يستمع أكثر ما يتكلم، تلقاه في المجلس، في الاجتماعات، في المؤتمرات، يعني أكثر صمتا. يفكر في حل مشكلته منفردا، يعني إذا يبغى يحل مشكلة أو قضية أو يبغى يخطط لمشروع أو لسفر، يحتاج أنه يخلو بنفسه ثم يفكر، لا يستطيع أن يفكر بصوت مرتفع، بينما الآخر يفكر بصوت مرتفع. أيضا لديه عدد محدود من الصداقات، أحيانا يكتفي بصديق واحد، اثنين، ثلاثة بالكثير، يعني ما يكثر في الأصدقاء. فهذه الشخصيتين واحد واثنين يعني هما اللي علاقته بالآخرين، أو كيف يعني يستمد طاقته، هل هو يستمد طاقته من المجتمع حوله أو يستمد طاقته من ذاته. فهذه شخصيتين يعني شبه متقابلة أو متعاكسة. فأنا مثلا لو كنت النوع الأول الانبساطي الاجتماعي، فعلي أني أعرف وأعلم شخصية هذا المقابل لي، لماذا هو هكذا، لماذا هو مخالف لي، ليس لأنه يكرهني أو لا يحبني أو لا يندمج معي، أو لا، لأنه شخص آخر مختلف. طيب كيف أنا أكسبه؟ وليس هو كيف يكسبني، أنا كيف أكسبه؟ هو لا يعلم، أنا الذي أعلم. ابني، تلميذي، زوجي، زوجتي، أخي، صديقي، رفيقي في العمل، إلى آخره، أيا كان هذا الشخص، هو لا يعلم، أنا الذي أعلم، أنا الذي حضرت الدورة وأنا الذي اطلعت، فأنا المسؤول، أنا المحاسب على هذا، إني أنا أكسبه. طيب كيف أكسبه؟ والله أنا اجتماعي، كثير الكلام، أفكر بصوت عالي وأناقش، هو عكسي تماما لأنه كذا، إذا كيف أكسبه؟ إنه أنا أميل إلى هذه الصفة التي هي عنده وأمدحها وأثني عليها وأثني على أفكاره وأثني كذا، حتى لو ما رد هو، لكني أنا أثني على حكمته وأثني على رأيه وأثني على عقله وأثني على فطنته. وكل إنسان يعتز بعقله، يعني أنت لما تمدح عقل إنسان فلن يكذبك، يقول هذا خطأ غير صحيح، كل إنسان يعتد بعقله. فأنت عندما تثني على شخص في عقله، في تفكيره، في طروحاته، أنت تستميل قلبه، فلهذا يصير يحبك. يحبك ليش؟ لأنك مكمل له، لأنك فاهمه أولا ثم أصبحت الآن مكمل له. هذا هو فن التعامل. إحنا الآن يعني سنستفيد من هذه الأشياء في كيف أنا أكسب الآخرين. فهذا الشخص الانطوائي كيف أكسبه؟ إني أنا أفهمه ولا أنتقده وأعتبره صح
واعتبره أكثر تفكيرا وأكثر تركيزا، وهو يرى نفسه هكذا، وهو بيحبني ليش؟ لأني أنا قدرت شخصيته، ويحبني ليش؟ لأني أنا أعبر عنه وأنا الذي أفكر له بصوت عالي. فيصبح يجد الشيء الذي هو يفقده عندي أنا، فلهذا يرغب في صحبتي ويرغب في العمل معي. فكما يقال هو المخ وأنا العضلات، يعني خلاص هو اللي يفكر وأنا اللي أنفذ تفكيره، أنفذ أفكاره، وإن كانت هي في الأصل أفكاري أنا. يعني أنا كقائد فريق أو كرئيس اجتماع، إذا أستطيع أني أنا أصل إلى الفكرة اللي أنا أبغاها أو الفكرة اللي أنا أراها صحيحة وأقنع بها الآخرين، ثم أقنعهم أن هذه أفكارهم وليست فكرتي، فيتحمسون لهذه الفكرة ويبذلون قصارى جهدهم في إنجاحها. لكن لما أنا أملي لهم عليهم الأفكار وأطالبهم بالتنفيذ، حتى وإن كانت هذه الأفكار خاطرة في خواطرهم وفي أذهانهم، حتى لو كانت يعني سبق وأن تناقشوا فيها أو تبنوها، طالما يشعرون أنها مقدمة من جهتي فلن يكون لها القبول، بعكس إذا كان أنا استخرجتها منهم مع العلم أنها هي عندي أنا أمليتها عليهم، فهم بهذا سيكونون مسرورين جدا ويتحمسون لها. أيضا من الصفات اللي هي صفات الحسي والحدسي، هذه عكس بعضها البعض. الحسي يهتم بالأشياء الملموسة، الأشياء المحسوسة، الأشياء اللي يشاهدها اللي يتعامل معها، يعتمد على حواسه الخمسة: حاسة اللمس، حاسة السمع، البصر، الذوق. أيضا يعتمد على ما يتعامل فيه بالشيء العملي التطبيقي، شيء يشاهده. وكذلك يكون هو جيد في الأعمال الدقيقة، الأعمال التي تحتاج إلى دقة، إلى يعني شيء من المسؤولية، فهذا يعتمد عليه. الحدسي خلافه، يعتمد على الخيال، فقد يصيب وقد يخطئ، لكنه مع ممارسته يصبح يعني لدرجة كبيرة من الصواب. أيضا هو يبالغ في تهويل وتعقيد المهام التافهة، يعني الأشياء الدقيقة ما يحبها، يعني ما يحب أنك أنت تدقق وراء كل شيء، ولا يحب أنك أنت تهتم بالأشياء الجزئية، أو أنه يعني تهتم بالإحصائيات، بالأرقام، بدقة في صفات الأشياء، ما يريد هذه، هو يتحدث عن العموميات. كذلك هو يهتم بالصورة البعيدة واحتمالات المستقبل، يعني عنده بعد نظر، عنده قدرة على فهم الأشياء الخيالية. يعني مثلا لو كان عندنا إحنا قاعة تدريب، ونحن الآن في قاعة تدريب، وهذه القاعة يعني مجرد جدران وسقف أرضية لا يوجد فيها أي شيء، الشخص الحسي وهو الذي يعني أيضا ينطبق عليه الشيء التتالي انه يعمل الاشياء، فهو ليس عنده قدره على انه يتصور هذه الغرفه كيف يكون شكلها وهي قاعه تدريب، لكن يفكر مثلا كيف نعمل السقف، بعدين كيف نعمل الارضيه، بعدين كيف نوفر مثلا الجهاز الفلاني ثم الجهاز الفلاني. الاخر اللي عنده قدره على التصور في الشيء البعيد، وايضا عنده قدره على الخيارات الاستراتيجيه، هذا يعطيك تصور كامل لهذه القاعة بكل ما تحتاج إليه، وقد إذا كان جيد في الرسم يرسمها ويعطيك قائمة بالأشياء المطلوبة فيها وألوانها وتناسقها مع بعضها البعض إلى آخره. فهذا الشخصية عكس هذا تماما، إذا كان الإنسان حسي بقوة والآخر حدسي بقوة فهم متضادين، لكن الجيد منهم هو الذي يكسب الآخر، فيكسب من جهة بالثناء عليه كما ذكرنا، وبذكر ما لديه من محاسن لا ينتقده، وأيضا يكون هو مترجم له في ما ينقصه، فيكون مكملين لبعضهم البعض. أيضا لا 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 الصفة الخامسة والسادسة
اللي هي المشاعري أو الشاعري أو صاحب المشاعر أو العاطفي، ويقابلها الشخص المفكر أو العقلاني أو المنطقي، وهذه يعني صفتين متضادة. قد الإنسان تكون عنده الثنتين متوازنة، وقد يكون يميل إلى شيء أكثر من شيء. العاطفي اللي هو يعني يكره أخبار الناس بالأمور اليائسة، يعني ما يخبرهم بأشياء محزنة، أيضا تقوده مشاعره أكثر من حقله، يعني يهمه الناس لا تزعل لا تحزن لا تأخذ في خاطرها، يراعي هذه الكثير. كذلك يعني العقلاني الذي قدرة على تحليل المشكلة، يعني أي مشكلة تأتي يأخذها ويحطها على الطاولة ويبدأ يقرأها ويفصلها ويجزئها حتى تصبح ليست مشكلة واحدة، وإنما هي عدة أجزاء، فيتعامل مع كل جزء لوحده. أيضا هو قادر أن يؤنب ويشاجر الناس عند الضرورة والرسميات، لأنه يتكلم بالمنطق بالعقل، لا يهبوا مشاعرهم، يزعلون ما يزعلون، المهم النظام، المهم الصح، المهم الصواب. وأيضا لا يؤثر في قراراته على الآخرين، يعني هو ليس لديه قدرة تأثير نفسي على الآخرين، يعني لا يلامس مشاعرهم حتى يستطيع يؤثر عليهم. وأخيرا الحازم والتلقائي، وهي أيضا شخصيتين كهذه، الإنسان يكون له نصيب من كل واحدة منها، قد هذه تزيد عن هذه. فصفات الحازم منظم، يميل للحسم، يفضل اجتماعات الوصول إلى نتيجة، يستخدم قوائم لجدولة الأعمال فهو يدري قيمة العمل والوقت. التلقائي يميل إلى الارتجال، لديه مشكلة في صنع القرار، لا يستخدم قوائم، يعتمد على ذاكرته وعلى يعني الأشياء الارتجالية. هذه تقريبا الثمانية الصفات، ولكل إنسان يعني منها نصيب. ويميز الناس بعضهم عن بعض هو يعني كم يأخذ من كل جانب. وذكرنا أيضا هذه الخارطة بالأمس، وأنه لدينا مجموعة في اليمين، وهذه المجموعة الأربعة تسمى الجانب الأيمن. ما هو القاسم المشترك بينها؟ إذا تتذكرون ما هو القاسم المشترك بينها؟ هذه الأربعة اللي في اليمين، ما هو القاسم المشترك بينها؟ هي تشترك في قاسم واحد، اللون الأحمر. نعم صحيح، اللون الأحمر. لديها ثلاثة أيمن كما ذكرت جواهر ونسيم، لديها ثلاثة أيمن، يعني عندها ثلاثة حروف حمراء، يعني جاية من الجانب الأيمن، الإي والإن والإف والبي، وواحد فقط من الجانب الأيسر. عكسها الجانب الأيسر، الجانب الأيسر القاسم المشترك بينه إن لديها ثلاثة أحرف زرقاء، ثلاثة أحرف جاية من الجانب الأيسر، وحرف واحد فقط أحمر جاي من الجانب الأيمن. وعندنا مجموعة أخرى، وهي مجموعة إيش؟ وعددها كم؟ ها؟ مجموعة إيش وعددها كم؟ الوسط. نسيم صح، الوسط. نسيم الحازمي الوسط، وعددهم ستة. ما شاء الله تبارك الله. لا حسنة، جيد، ستة. وهذه في الوسط، وهي القائد الملهم، القائد المربي، مدير العلاقات، المفكر، المنتج أو الحركي، والفنان. والقاسم المشترك بينها إنها عندها اثنين من كل لون، اثنين أحمر اثنين أزرق، اثنين أحمر واثنين أزرق، فهي يعني نص من هنا ونص من هنا. وعندنا شخصيتين، هذه الآن 14، باقي شخصيتين، الأخيرة عددهم اثنين. أين هي الأخيرة هذه؟ عبد الرحمن قنصل، يأتي مع السفير ومع صاحب العلاقات وكذا. أيوة، الشخصيتين اللي هي يعني ماخذة جميع اليمين أو جميع اليسار، إما جميع اليمين أو جميع اليسار، زي المبدع أو الجماهيري اللي هو ماخذ الإي والإن والإف والبي، هذا ماخذ الجانب الأيمن، أو الجاد وهو ماخذ الجانب الأيسر، الآي والإس والتي والجي، ويسمى الشخصية الجادة.
يعني هذه 16 شخصية تقريبا يعني هي صفات عمومية، صفات في العموم، لكن كل شخصية من هذه الشخصيات أو كل رمز من هذه الرموز يعني يحتوي معايير مختلفة. يعني مثلا لو أنا طلعت ENFP اللي هو هذا يسمونه NFP اللي هو هذا المبدع الجماهيري، وأنت طلعت مثلي والثالث والرابع، يعني إحنا 5 6 10 زي هذا، ما نجد إن إحنا سواء، يعني ما نجد إن إحنا سواء، وإنما إحنا يعني مختلفين عن بعضنا البعض. إحنا نحتاج منك يا أخ جلال إنك أنت تبدع لنا في صفات القنصل، وتعطينا يعني من خلال اطلاعك أمس على المادة، ومن خلال ما تراه، ومن خلال واقعك، من خلال واقعك تعطينا نبذة عن هذه الشخصية. طيب، كانت هذه يعني الخلاصة، وأيضا كان من نشاط الأمس إن طلبناكم واجب منزلي، وهو إنه نقوم بتنفيذ هذا المعيار أو هذا المقياس أو هذا الاختبار، وكان هذا الرابط وأعطي لكم، ويعني أنا أتوقع إن في ناس يعني عملوه. اللي مطلوب الآن كل واحد منكم يكتب عدد الأفراد اللي طبق عليهم، يعني اكتب ما شاء الله جلال طبقه على زوجته ما شاء الله تبارك الله. طيب، ها يعني على كم شخص؟ وعبد الرحمن وريم على زميلتها في العمل، يعني يعني من على كم شخص؟ عندنا نسيم 2 ما شاء الله، وغزال هي وزوجها، وإلهام على أولادها جميل جدا ما شاء الله. يعني هؤلاء هم الأشخاص اللي أنا صراحة أفخر بهم، وهم الناس اللي يعني يستفيدون أكبر فائدة من مثل هذه الدورات. يعني أنا إذا كان أقول لكم إني أبدعت في التقديم لكم، فأنا ممكن ما أصل إلى 2% أو 3 أو 5% لو يعني بالغت، يعني ممكن أرسخ عندك معلومة أو معلومتين أو ثلاث ممكن ما تنساها يعني خلال عرضي، لكنه أنت الذي تستطيع أنك أنت يعني تصل إلى أكبر فائدة ممكنة. بيش؟ بمراجعة هذه المادة في نفس اليوم، تلخيصها، الشخاميط اللي أنت كتبتها في أوراق ترتبها، تعد حقيبة أنت بنفسك، أيضا تبدأ تطبقه على من حولك. يعني إلهام طبقته على صديقتها، اللي طبقه على أولاده، اللي على زوجته، اللي على زوجها، شيء رائع جدا، يعني حقيقة شيء جميل جدا. طيب، من له تجربة فريدة في التطبيق، يعني من اللي يعني يشوف إنه والله سوى شيء يخيل إليه إنه ما أحد يعني صنع مثله، يعني ما بقول كيف يعني، ما لكن يعني مثلا واحد يقول والله أنا فعلا أتوقع إني أنا عملت شيء انفردت فيه. مين يعني مين اللي يشوف انه عمل حاجة مختلفة عن الآخرين؟ غزال تقول زوجها طلع شخصيته فنان أو مثل الفنان. ريم تقول بنتي سوت حساب الانستغرام عن كل شخصية، رائع ما شاء الله تبارك الله، جميل إنه يصلني رابط الانستغرام بعد التطبيق على زوجتي. عبد الرحمن يقول اكتشفت شيء جديد كانت تتمناه من زمان، ممتاز. اكتشفت، هي اللي اكتشفت. طيب، جيد. طيب، ممتاز. أنا أرسلت لبعض الأشخاص. جلال ما شاء الله تبارك الله، جلال عاد طبعا أنت ما شاء الله مبادر في مثل هذه. التعامل مع أخواتي لكل واحد بطريقة مختلفة لأنهم مختلفين، رائع جدا، جميل ما شاء الله. يعني أنا أرى إنه هذا التفاعل وهذا التطبيق أشوف إنه أكثر أهم من المادة وأهم من تقديم الدورة. يعني هذا هو الجانب اللي أنا أشوفه مكسب كبير جدا، اللي هو تفاعلكم، تجاربكم، التغذية الراجعة من خلالكم،
الخبرة اللي أنتم كسبتموها واللي أنتم أضفتموها. وأنا يعني بفضل الله غالبا التواصل مع المتدربين اللي يعني يحضرون عندي أكسب منهم مادة كبيرة جدا، وأكسب منهم يعني ملاحظات، وأكسب منهم أفكار وأشياء جميلة، وهذا اللي أطمع فيه يعني مع الحضور. طيب، من خطر له فكرة إبداعية؟ يعني هؤلاء المجموعة الآن يقولون هم سووا يعني تجربة فريدة في التطبيق، لكن من اللي خطر في باله حاجة لكنه لسه يطبقها؟ يعني فكر أن يطبقها لكن لسه ما طبقت، لعله يطبقها اليوم. التعامل مع أخواتي كل واحدة بطريقة مختلفة لأنهم مختلفين، لكن يصعب علي التعامل مع أطفالي وأعاني. الأطفال أيضا هم يحتاجون إلى جهد، ويحتاجون أنه الواحد يعني يندمج معهم. يعني لابد أكون أنا طفل، لابد ألعب معاه وكذا، يعني أشوف ما هو الشيء اللي يعجبه، ما هو الشيء اللي هو ينهمك فيه، فأنا أماشيه على أساس لو سحبت جهتي يأتي. أول شيء أنا أنسحب جهته، فإذا هو يعني ارتاح لي فيسهل علي أني أنا أسحب جهتي، فيصبح في مقايضة. يعني أنا عشان ألعب معك تلعب معايا، طبعا أنا ألعب معاك إيش؟ ألعب معاك كورة، وأنت تلعب معايا في المطبخ مثلا، أنا ألعب معاك مثلا في ألعاب إلكترونية، وأنت تلعب معايا في ترتيب البيت، وهكذا. هذا بالنسبة للأمهات يعني. فأنا يعني هو ممكن يأخذ كل شيء باللعب، يعني اعتبرها كذا. بنتي بترتبط كل شخصية مع شبيهتها من المشاهير والمهتمين بالعالم عشان يفهم شخصيته، ولكن يعني بالقدوات، القدوات اللي يعني تقدمها إلى الأمام وليس القدوات التي تنزلها إلى تحت. شيء طيب. أيضا من الأشياء اللي ودي نصل إليه، من يستطيع من الحضور تكوين فريق عمل من الحضور، يعني مجموعة 4 5 كذا يعرفون بعض ويقولون إحنا ممكن نسوي فريق. يعني من يستطيع الآن يقول أنا عندي مثلا 2 3 4 موجودين الآن وأستطيع إني أصنع معهم فريق؟ اللي يستطيع يقول أنا، ويكتب العدد، أنا ومعي كذا، 2 3 1، يعني 2 فريق، 3 فريق، 4 فريق. من عنده قدرة الآن من الحضور، يعني من بين الحضور، إنه أنا فريقي موجود الآن في الحضور حاضرين، فأنا عندي شخص آخر ممكن أكون أنا وياه فريق واحد، ممكن عندي شخصين 3. إلهام، إحنا نقدم، أنا أقدم دورات للمقدمين على الزواج من أكثر من 15 سنة، ولها مادة يعني فيها شيء من هذا القبيل وفيها شيء كذا. جلال يقول أنا وزوجتي جيد، يستمعون من جهاز واحد، رائع. طيب جيد ما شاء الله. طيب يعني من هم اللي ممكن يكونوا الفريق؟ فإحنا نريد منك جلال، أنت وزوجتك بارك الله فيكم جميعا، أنكم تفكروا لنا في شيء معين أنكم أنتم تبدعون فيه وتقدمونه. يعني تقدمون مسودة لي، ما هو هذا الشيء؟ أنا لا أستطيع أني يعني أذكر، حتى لا أحصركم في شيء معين، وأنا أكره أني أضرب أمثلة في مثل هذه الأشياء الإبداعية، يعني في العصف الذهني أو في طرح أشياء، ما أحبذ إني أنا أطرح أمثلة، لأنه إذا طرحت مثال فأنت تحصر هذا الشخص في هذا الإطار، فكأنه نسخة طبق الأصل لتفكيرك أنت. لا، أنا أترك الأمر مفتوح. إذا ترك الأمر مفتوح يأتيك أفكار يعني شاطحة تماما لا تخطر لك على بال. فأنا أتمنى إنه يعني كذا. طيب، اللي ليس لديه يعني فريق الآن، ولكنه يستطيع أن يصنع فريق من الأسرة، فريق من زملاء العمل، فريق من راسلهم، فريق من يراسلهم، فريق من مجموعة عنده، قائمة في الواتس، قائمة في تليجرام، قائمة في أي تواصل اجتماعي، ويستطيع ويعني يبدأ يعني يعمل كذا. أنا يسرني جدا إنه أنا أشوف يعني حالات كثيرة جدا، يعني ما شاء الله بعض الفتيات مجتمعات في جروب لحفظ القرآن لتلاوته، مجموعات يعني كذا للاهتمام بالأبناء وتربيتهم، مجموعات يعني على أساس أنه والله يعني
ما هو الشيء اللي ممكن نصنعه من أجل الأطفال؟ الأطفال عندنا الآن يعني يعانون مشكلة. طيب واحدة تنصح والثانية تنصح، ما ينفع. طيب ما هو أعطونا مثلا إيش نفكر نسوي فريق بحيث أن نبحث عن يعني أشياء تخلي الإنترنت آمنة بالنسبة للأطفال، فيكونون فريق يعني يصنعون مثل هذا مجموعة، يعني همهم أنهم والله يبحثون عن أنشطة، عن برامج، عن كذا تصلح للفئة الفلانية من الأطفال اللي أعمار كذا، اللي قبل المدرسة، اللي في الابتدائية في البداية، وهكذا. يعني فرق عمل رائعة جدا، إلهام. تسعى يعني فريق عمل لماذا؟ لا أعلم لماذا، ولا أحب أن أقول يعني لماذا، لأنه أنا أريد أنه يعني شيء أسمعه أنا أنصدم فيه. يعني عندما يأتي شخص يقول والله أنا كونت فريق عمل رائع جدا، أنا كونت فريق عمل من فريق العمل، والله أنا وأسرتي مثلا، أنا كونت فريق عمل أنا وزملائي في كذا. طيب ماذا فكرتم فيه؟ طبعا كل واحد يفكر تفكير مختلف تماما حسب البيئة اللي هو فيها وحسب الظروف وحسب كذا. فأنا أسعد لحظة عندي عندما تأتيني فكرة بعيدة كل البعد عن قائمة الأفكار اللي موجودة عندي، سواء هذه الأفكار خطرت في بالي أنا أو إني أنا يعني استقبلتها منكم وأصبحت يعني كأنها أرشيف عندي، أو كأنها بنك من المعلومات عندي، أو بنك من الأفكار، وهي منكم أنتم. لكنه لما يأتيني شخص بفكرة يعني عجيبة جدا، والأفكار يعني تشترى ب لا أبالغ لو قلت لكم بملايين الريالات الأفكار. الآن مثلا القنوات الفضائية تتنافس في الأفكار، أفكار البرامج، التسويق، جهات التسويق، جهات الجودة إلى آخره، كل جهة من هذه الجهات تتنافس تنافس حميم، يعني تنافس محموم، تنافس ساخن، في إنها تصل إلى فكرة وتسجل هذه الفكرة براءة، براءة لهذه الفكرة كبراءة اختراع مثلا، حتى لا أحد يسبقها إليه. الآن أنت لو تيجي تطالع مثلا بعض القنوات، لو تقدم لها فكرة مختلفة تماما، ممكن تشتريها بمبالغ كبيرة جدا. أمين يقول ممكن تطلب تكوين فريق بالأمس حتى لا لا، أنا ليس بالأمس، إحنا مستمرين، وكل واحد يعطي حله وطريقته، طريقة وأسلوب. شيء جميل جدا، شيء جميل جدا. طيب هذا الواجب المنزلي بالأمس، يعني أنا أشوف أنه ما شاء الله يعني فيه تفاعل رائع، وفيه كثير يعني طبقوا هذا، اللي طبقوا على مستوى الأسرة، اللي طبقوا على مستوى الزملاء في العمل. وأفضل ما يمكن يعني إذا صار يعني الزوجين متفاهمين ومتناغمين، ولهم يعني ثقافة مشتركة، وأيضا كل واحد يكمل الآخر، وكل واحد يقدم للآخر فائدة ويستوعب الآخر. وأنا عندي قائمة بالأشياء المفيدة للزوجين على أساس أنهم يعني كيف يستوعبون بعضهم البعض. فجميل جدا أنهم يعني هم يبادرون بهذا. فلو حصل أن الزوجين يعني عندهم إلمام بهذا الموضوع اللي هو موضوعنا اليوم، أو موضوعنا بالأمس بالأحرى، اللي هو أنماط الشخصية، وأيضا عندهم إلمام بموضوع مهم جدا وهو الفرق بين عقل الرجل وعقل المرأة. يعني لو كتبتم في اليوتيوب أو في الإنترنت الفرق بين عقل الرجل وعقل المرأة، تجدون مواد رائعة جدا في هذا. أي زوجين يطلعون على هذا تنحل مشاكل كثيرة بالنسبة له، تنحل مشاكل كثيرة بالنسبة لهم إذا اطلعوا على الفرق بين عقل الرجل وعقل المرأة. في مواد في اليوتيوب تخص هذا الجانب، وفي أيضا مواد في جوجل في الكتابية يعني تخص هذا الجانب. يعني جميل جدا هذا التفاعل، وجميل جدا أنكم أنتم يعني نفذتم البرنامج بالأمس. اليوم حناخذ يعني هذا الموضوع، وهو مهارة أو مهارات أو فن التعامل مع الآخرين، أو فن التعامل مع الناس عموما وكسب قلوبهم. يعني أنا أتعامل معهم ليش؟ يعني أو ليش
أريد مهارة أو فن إني أتعامل معهم، هو من كسب، من أجل كسب قلوبهم، من أجل كسب حبهم، من أجل كسب الميول إلى الشيء القاسم المشترك بيننا. وهذا كسب القلوب والمحبة، هذا شيء مهم جدا، مهم جدا، وهو يعتبر يعني من أركان الإسلام، من أعمدة الإسلام، من أعمدة الدين، يعني شيء مهم جدا، ولعل نذكره يعني الآن يعني ونحن نتحدث عن هذا. في خارطة لقائنا اليوم سنتحدث عن مقدمة، وما مضى هو جزء من المقدمة، ثم معاملة الآخرين، وهرم المسؤولية، هذا يعني استراتيجية تستخدمها المنظمات، المنشآت، الشركات، المؤسسات، الدول أحيانا، وأيضا مهارة كسب القلوب، أو مهارات أو فنون لكسب القلوب، كسب قلوب الآخرين، وهي نتيجة لفن التعامل معهم، ثم مدخل إلى العقول والقلوب، كيف نستطيع ندخل إلى عقل فلان وإلى قلبه، وما هو الفرق؟ أدخل لعقل مين؟ العقلانيين، وأدخل لقلب مين؟ العاطفيين، فكيف أنا أستطيع أدخل إلى هذا وهذا، وكيف أستطيع أني أدخل إلى الاثنين معا؟ كذلك نختم في نهاية لقاءنا هذا إن شاء الله بوقت أترك لكم للأسئلة والمشاركات والمداخلات، فلعل أي أحد يعني يخطر في باله شيء الآن يدونها، يسجلها لديه حتى يعني يكون مشارك. طبعا هي فيه أشياء مداخلات بتكون يعني قبل النهاية خلال عملنا، لكني سأحددها بوقت محدد، بمدة محددة، وعمر هو من يراقب الوقت، عمر هو الذي يراقب الوقت، أو عبد العزيز أحدكم، يا عمر يا عبد العزيز أحدكم، اتفقوا على أساس الآخر يراقب الأمور التقنية ويرد على التساؤلات في الخاص أو في العام بما يخص التقنية، تقنية الموقع، وأسامة هو الذي يرد على الاستفسارات والأسئلة اللي تطرحها من قبلكم والتي تخص الإدارة، إدارة الخوارزمية أو إدارة الدورة. كان هذه يعني هي خارطة لقائنا إن شاء الله، فنبدأ بهذا النشاط الأول، وهو مقولة دين المعاملة. يعني يمكن يغلب على كثير من الناس أنه يظن أنه الدين المعاملة هي حديث، لكني بحثت فما كانت، ما كان هو حديث بهذا الشكل، لكنه هو صحيح، يعني هي مقولة صحيحة، إن الدين هو المعاملة، إن الدين هو المعاملة، لهذا من تختارون دينه وخلقه. فالدين يعني هو شيء عام، والخلق شيء خاص. الدين هو حياة الإنسان كله وعلاقته بربه بصفة خاصة، وأيضا الخلق هو من الدين، لكنه يحصل خلط عند الناس، يظن أن الدين شيء والأخلاق شيء، أنه الدين شيء والمعاملة شيء، أن الدين شيء والعمل شيء، أن الدين شيء والنوم والأكل والشرب والوظيفة شيء آخر. لا، كلها جميعها من الدين، كلها جميعها من الدين. فالبعض يظن الدين أنه مربوط في المسجد، أن الدين فقط هو صلاة، صيام، حج، عمرة، صدقة، يعني يظن أن الدين يقتصر في هذا. لا، الدين هذه كلها لا تفيدك إن لم تكن معاملتك جيدة أبدا، هذه ما تفيدك، هذه علاقتك بالله، والله عز وجل يغفر، ولكن أين علاقتك بالناس، وليس فقط بالناس، حتى بالجمادات، حتى بالحيوانات، أين علاقتك بكل من حولك؟ فالدين يضبط علاقة الإنسان بكل ما حوله. الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس فقط إلا يعبدون، لا لشيء آخر، يعبدون. طيب يعني نجلس في المسجد ما نخرج من المسجد؟ لا، إنما تجعل حياتك كلها عبادة، حياتك، نومك وشربك وأكلك وضحكك وابتسامتك وتعاملك مع الناس، وكل شيء، كل ما هو في حياتك عبادة، فقط يحتاج إلى النية، إنك تقول هذه عبادة، يعني هذا الشيء لوجه الله، هذا أعمل لوجه الله، أبتسم لوجه الله، ألقى أخي بوجه طلق لوجه الله، أساعد هذا لوجه الله، أمدح هذا، أقول له كلمة طيبة ممكن تكون نقطة تحول في حياته، أقولها لوجه الله.
في فرق بين انسان يعني يقولها على اساس انها اتيكيت، على اساس انها يعني متطلب، على اساس انها كذا، وبين شخص يحتسبها عند الله. في فرق بين انسان يعمل مثلا في مؤسسة، في شركة، في اي جهة، في استقبال الناس، ومطلوب منه انك تبتسم، واعطوه دورة كيف يبتسم، وجو المخرجين وقالوا له ابتسم كذا، سوي كذا، كمان اكثر، احسن، افضل، ايوه احسنت، يثبت على هذا واصبح جيد، فاصبح يسويها كذا. ليش؟ عشان الراتب، عشان الكاميرات اللي تصوره، عشان العملاء يقولون يعطونه درجة انه والله مبتسم الى اخره. وفيه شخص اخر لا، هو اصلا هذه يبتسم لوجه الله، يبتسم لوجه الله. فكما يقال ان الابتسامة الصفراء، وهي التي يعني فقط يعني مجاملة، محاباة. وبين الابتسامة الصادقة، الابتسامة الصادقة تبتسم الشفتين، وتبتسم الوجنتين، وتبتسم الجبين، ويبتسم الوجه كله، لأن القلب كله ابتسم. ففي فرق بين إني أنا أجعل عبادتي هي ما يتعلق بالله عز وجل، خاصة بالله، زي صلاة، زي صيام، زي حج، زي عمرة، وبين إني لا، أجعل عبادتي هي كل حياتي، كل حياتي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كلها لله رب العالمين. كل شيء، كل شيء لله، ما أعمل خطوة إلا لله. كل شيء أعمله أحط في ذهني هذا أريد من عند الله عز وجل. الزوجة تتعامل مع زوجها لوجه الله، تطبخ له أحسن طبخ. ليش؟ مو عشان يقول شكرا، مو عشان يثني عليها، مو عشان وديها السوق، مو عشان يشتري لها، مو عشان يجيب لها هدية، لا، وإنما لوجه الله. فلو مثلا بذلت قصارى جهدها في طبخها هذا، وأكل وما قال شكرا، وأكل الأولاد ما قالوا شكرا، تأخذ في خاطرها، تحزن، لأنها كانت تنتظر شكرا. لكن عندما تعمل هذا الشيء لوجه الله، شكروا أو ما شكروا، لا قيمة لشكرهم إذا هي أرضت الله عز وجل. فإذا جاء الشكر هذا تعتبره من فضل الله عز وجل، وتحمد الله عليه. كذلك بذلها في بيتها، في ملابسه، في تربيتها لأطفالها، في كل ما تقدمه لمن حولها، فهي إذا كان تعمل هذا لوجه الله، حسن تبعل المرأة لزوجها وطلب مرضاته، يعدل ذلك، يعدل جميع أعمال الرجل. فما بالك لبيتها، لأطفالها، فما بالك إذا كانت هي تنوي أن تصنع من هذا الرجل أو طفلها، يعني تصنع منه رجل بأمة، كما صنعت أم أحمد بن حنبل بأحمد بن حنبل، وأخرجت لنا رجل بأمة، وكما صنعت أم الشافعي وأم البخاري وغيرهم. يعني هذه المرأة التي أخرجت هذا الابن أو هذه البنت، وجعلت يعني له ثقل، ثقل على مستوى الأسرة، يعني في خير للأسرة عموما، بل في خير للبيئة المحيطة به، جيرانه والحي والقرية، بل في خير لمدينته، بل في خير لوطنه، بل في خير لأمته. فكل ما كان بذل هذه المرأة أو هذه الزوجة الصالحة التي لديها عمق بعيد وفكر بعيد واستراتيجية بعيدة، هذه لا تبالي بالمشاكل التافهة أبدا ولا تنظر إليها، لأن طموحها أكبر، ولا تهتم في أي مشكلة تكون يعني تراها إنها هي حقيرة، تدوس عليها وتمشي تنطلق، لأن طموحها أكبر. طموحها إن الله عز وجل يباهي بها الملائكة، طموحها إن الله عز وجل يقول يا جبريل أنا أحب فلانة أو أحب فلان، لأنه مبدع في عملي، مبدع في بيتي، إلى آخره. جبريل يقول لملائكة السماء إن الله يحب فلان فحبه، فإذا حبوا أهل ملائكة السماء، الله عز وجل أنزل حبه في الأرض. فنحن نحب أحمد بن حنبل، نحب ابن تيمية، نحب ابن القيم، البخاري، مسلم، الصحابة كلهم، أصحاب المصنفات. الله جعل حبهم في قلوبنا، ومن حبهم انظروا إلى كتبهم. الله قيض لهم من يطبع هذه الكتب ويرتبها وينظمها وينشرها. يعني ممكن هم جماعتهم، قبيلتهم، أسرتهم ما يعرفونهم، وفي زمنهم ما كان عندهم يعني نسخ من كتبهم،
يعني ممكن ما تتجاوز أصابع اليد الواحدة من الناس من طلاب اللي كتبوها. فقيض الله من يجمع هذه النسخ المخطوطة ويقرأها ويدرسها ويطبقها مع بعضها البعض ونشر هذا العلم. يعني لو مثلا واحد يجي يسأله في ذاك اليوم هل تتوقع أنه تصل مطبوعاتك هذه بالملايين؟ ما يتوقع، لكن لماذا؟ لأن الله عز وجل أحب هذا الشخص، والسبب لأنه حياته لله. صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، دراستي، عبادتي، وظيفتي، تعاملي مع الناس، ابتسامتي، كل شيء في حياتي هو لله. فالدين المعاملة، الدين المعاملة. فإذا كان الدين المعاملة فمهم جدا أنك أنت تعرف الآخرين وكيف تكسبهم من خلال واقعكم وتجاربكم. حدثونا عن ذلك، يعني مين اللي سواء منه أو من غيره يعني وصلوا كلمة أو عبارة، تعامل من شخص أثرت فيه، أستاذه، أبوه، أمه، زوجته، ابنه، أي شخص، أو أنت يعني صنعت شيء لآخر فوجدتها نقطة تحول في حياته من تجاربكم، يعني من خلال التعامل مع الآخرين بكلمة، بهدية، بابتسامة، بغض الطرف، بالتغافل، بأي شيء من التعاملات مع الآخرين، ووجدت أن هذه يعني هي ليست من شطارتك وليست من تخطيطك، وإنما هي توفيق الله عز وجل. يعني أنت شعرت أنه يعني هذا شيء يعني الله وفقك فيه. فيعني ودي تكتبون، وإذا كان أحد يعني يريد من خلال الميكروفون لا بأس. يعني أنا أنتظر الآن إذا كان أحد يكتب أو أحد يطلع على المايك ممكن. ما هي تجاربك؟ ما هي تجاربك؟ شيء صادر منك أنت أو شيء حصل لك من شخص آخر لا تنساه وكان نقطة تحول في حياتك؟ اللي يريد الميكروفون إما يكتب هنا أو يعني يرفع يده. عادي يشرح لكم أسامة في الكتابة كيف يرفع يده، والأفضل إن الإنسان يعني يدخل على مثل هذه الدورات من خلال جهاز حاسوب أحسن. طيب إحنا نحتاج منك يا أخ جلال إنك يعني تعطينا بعض الأشياء اللي أنت يعني شعرت إن لها أثر. أنتم ما شاء الله يعني أسلم لديكم في بورندي في جمعيتكم، يعني جيد، ولكم يعني جهود أنا طلعت عليها. عبد الرحمن وزوجتي تتجاهل الضغوط التعامل مع أهلي، فأثر ذلك في حياتي وحياتهم. جميل جدا. عندي أنا موضوع رائع جدا لامرأة جلست مع أم زوجها 6 سنوات في حرب باردة، الحرب من جهة الأم، والسلم والامتصاص من جهة الزوجة، حتى استطاعت تكسب قلبها، ثم يعني أصبحت تفضلها مو عن زوجات أبنائها الآخرين، وإنما حتى عن بناتها. ولعل اللي يطلبني هذه المادة إن شاء الله أعطيه. إن تيسر لي وقت أحطها لكم في كرابط موجود هنا، وأنا ممكن. طيب، معلم المادة الرياضيات في الإعدادي، أماني، هذه أماني من فريق العمل وهي من صنعاء. طيب جلال، ما أدري إذا كان تريد الميكروفون تسمعنا. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، لأن الشبكة شوية ضعيفة،
والله دكتور، من خلال واقع التجربة، من خلال العيش بين هؤلاء الذين لا يعتقدون الإسلام ولا يدينون به، يعني النصارى، المواقف كثيرة جدا، فأحيانا قد تهدي أحد منهم، يعني وأنت راكب معه في السيارة، يعني علبة ماء، يتأثر. ويعني أنا أتذكر مرة كنت جلسنا نتناقش يعني كذا، فاس فقط عن الإسلام، ما هو الإسلام، من هو المسيح. بعد فترة، يعني تقريبا 6 سنوات، تقابلنا أنا وهو في مركز شرطة، أو يعني مكان محكمة، فجاء وسلم علي بحرارة وكذا، قال: أنا ما زالت صورتك عالقة في ذهني منذ أن ركبت معي في السيارة. ما شاء الله ما شاء الله. يعني أنا ما قدمت له أي شيء، فقط كان حديث، فقط يعني حديث عابر، بس كان بأخلاق، بهدوء، بابتسامة فقط. طيب شوف، وغير الكثير، يعني نعم، أتذكر وهذا مرة في، تفضل نعم تفضل أكمل. أتذكر في السجن، يعني في أحد من السجناء زاره، يعني كان مسجون، فكان المسلمون يزورون بعضهم البعض، وكان هذا يقف أمام النافذة يرى هؤلاء لماذا يأتون يتزاورون، ما هو الرابط الذي بينهم، وهك بس يقف يرى، يأتي يا المسلم من في واحد من المحافظة، وهذا يأتي يزور أصحاب المحافظة الموجودين. فكان يسأل في بين المسلمين في السجن: تعرفون هذا؟ لا، ما نعرفه. طيب كيف يأتي يزوركم؟ الذي رابط بينه وبينه الإسلام، تعامل فقط. فلما خرج، جاء مباشرة إلى المسجد وأعلن إسلامه، بدون يعني الدعوة هنا كانت يعني إيش، بسبب زيارة فقط. ما شاء الله. شوف، هو أتذكر قصة أخرى نعم أيضا تفضل. يعني للمرأة أسلمت وأهلها كلهم نصارى، فتوفيت رحمها الله، فيعني الآن أهلها يقولون: نحن لا نسلمها للمسلمين، لأن عندهم في يعتقدون أن المسلمين يعني يبقرون بطن المسلم ويأخذون منه الأمعاء، يعني عندهم اعتقادات. فقلنا لهم وجلسنا معهم: نكون لجنة من المسلمين، ومنكم أنتم أهل الأسرة تشرفون على تغسيلها، على تكفينها، على قبرها، من وإلى. فخلاص اتفقنا هكذا. فمجرد أن غسلوها ولبسوها اللباس الأبيض وصلوا عليها وكفنوها وقبروها، يعني ما فارقنا القبر إلا بإسلام تقريبا 11 شخص من عائلتها الذين كانوا ما يعرفون ما هو الإسلام. ما شاء الله. هو شوف، انا كلامك رائع جدا، وانا ابغى يعني اقول حاجه للاخوه من خلال كلامك والاخوات، انه الانسان اذا صدق الله عز وجل، يعني صدق في ابتسامته، صدق في تعامله، يعني عمل هذا الشيء لوجه الله عز وجل، صدق فيه، فلا عاد يسال، يعني لا يسال النتيجه ما هي. يعني انت الان لما تعاملت مع هذا الشخص تعامل جيد، بما يعني يملي عليك دينك وخلقك، وبما ترى انه هذا وظيفتك، انت ترى هذا الشيء هو وظيفه الزاميه اجباريه عليك، لانك انت داعيه، انت سفير للاسلام. فانت ترى انه من واجبك انك انت تتعامل مع كل احد بهذا التعامل. ثم انت تقدم هذا التعامل، ترجوه عند الله وتنسى الشخص. صحيح، هذه النتيجه ستراها يعني ممكن لاحقا. يعني ممكن تراها بعد أسبوع أسبوعين في محكمة في شرطة زي ما تفضلت، وممكن ما تراها أبدا لكنها تجدها عند الله. يعني ممكن هذا الشخص اللي أنت شفته وعرفت نتيجته هذه بس من الله عز وجل، على الأساس يعطيك حافز ودافع لك، لكن ربما شخص آخر أنت ما عرفته تماما ولا تدري عنه، يعني أنت عملت معه خطوة معينة وخلاص نسيت الموضوع. هذا ممكن يكون أسلم على أيديه أشياء كثيرة. وأنا مر علي في الأيام القريبة هذه، إما في انستغرام أو في اليوتيوب، يتحدثون عن شخص جالس أمام جهة معينة وعنده طاولة ويوزع كتب. ويوزع كتب، نعم نعم يوزع كتب على المارة من عنده، كتب تعريف بالإسلام. عاد المعلق يعلق عليه يقول هذا أسلم حديثا، يعني أسلم قريب، وأسلم على يد شخص، الشخص هذاك لا يعلم عنه، الشخص هذاك أعطاه كتاب وتركه. اللي أعطاه الكتاب هو ما يدري هو أسلم ما أسلم، مات عاش لا يعلم عنه، لكن هذا جالس يقوم بنفس الدور
اللي قنبه الشخص الأول، فصار هو اللي يوزع، هو يعطي الكتاب والكتاب يروح، يعني هو لا يعلم هذا سيسلم، سيستقيم، سيتصالح مع أمه، سيتصالح مع أبوه، سيصبح داعية، سيصبح إنسان صالح في وطنه، هو لا يعلم، إنما هو وضع هذا لله. هذا الشخص الذي أخذ الكتاب سواء أصبح داعية أو أصبح مجرم لا فرق، الإنسان هذا مأجور، الذي نوى بهذا العمل وجه الله هو مأجور، والله عز وجل يعطي من واسع فضله، فيكرمه بشخص معين يكون وراه فريق عمل كبير جدا، قبيلة بكاملها ممكن تسلم بهذا السبب. لا لا، الأشياء اللي أنا شفتها من الإخوة اللي كتبوا هنا ما شاء الله يعني جيد، أمين الرواف، وأتمنى لو كان يعني يشارك بالصوت، يقول أكبر نقطة تحول في حياتي عندما أصيب أخي بشلل تام، لا يستطيع حتى التحريك رموش عينيه مدة 3 سنوات يرحمه الله. أحسست بعدها أننا بنعم لا يمكن إحصاء تلك النعمة العظيمة. يعني هو فعلا أنا مما يعني عجبني جدا تفسير يعني بعض العلماء لقول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله، وليس نعم، نعمة واحدة، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهو يقول ليست نعم الله وإنما هي نعمة واحدة. طيب النعمة الواحدة هي واحدة، يعني واحدة هي واحدة، فكيف تنحد؟ نعم يصعب عدها. مثلا لو أخذنا نعمة البصر، نعمة البصر تعالوا نعدها الآن، نعمة البصر ما شاء الله تبارك الله تخليك تشاهد الشاشة، نعمة البصر تخليك ترى جمال الطبيعة، نعمة البصر تخليك ترى أبنائك وبناتك والأشخاص من حولك، نعمة البصر تخليك ترى الخطر أمامك، نعمة البصر يعني تعالوا نعد نعمة البصر، لو تجلس حياتك بكاملها تعد نعمة البصر لا تستطيع. طيب فكيف النعم الأخرى؟ نعمة السمع، نعمة الكلى، نعمة الأمن، نعمة الإيمان، نعمة الصديق، نعمة يعني ما تحصى. فالأخت هذه يعني تقول إنه، أو الأخ يقول إنه يعني إصابة أخوه بالشلل حتى يعني لا شيء يتحرك حتى رموش عينيه، يعني جعل الإنسان يشعر إنه فعلا نعم لا تحصى. حسنة تقول إنه معلمتي مرة حضرت لها دورة، وطبعا كانت شخصيتي خجولة، في يوم عرفت عن هذه الشخصية كثير، عرفت عن هذه الشخصية كثير، تغيرت وأصبحت اجتماعية رائعة جدا. و أمين تقول إنها نقطة تحول، هي أنما أنعم الله عليها بالشكر، شيء جميل جدا. أمين، نعم، بارك الله فيك. أمين. محمود أحمد بارك الله فيك. محمود أحمد من البحرين كان لك مداخلة، فأنا بقرأ الكلام اللي أنت كتبته، يقول: أفضل نصيحة قدمها لي الدكتور الشيخ علي بن عيسى هي قبل سنة العام الفائت، لا إله إلا الله، يقول عن عندما سألت عن أسلوب الدراسة لأجل التفوق، وقال لي: اجعل دراستك عبادة ولا تجعل للشيطان باب. هي هذا الكلام هو يقوله، هو منهجي أنا، لكني أنا ناسيه تماما، يعني ناسي ما هو الكلام اللي أنا ذكرته له. اجعل ذهابك إلى الأكاديمية عبادة ترفع درجاتك عند الله سبحانه وتعالى، وهذا أفضل تفوق عند الله سبحانه وتعالى. عندما سمعت نصيحته، يعني يقصدني أنا بارك الله فيه، حصلت على نتيجة تفوق أول على زملائي في الفصل. محمد أحمد بارك الله فيك، وأسأل الله أن يجعلك متفوقا، وأن يكون أنت أيضا سبب في تفوق الآخرين. هذه من ضمن الأشياء اللي يعني الإنسان هو يعملها وينساها، نسأل الله أن يكتب لنا ولكم الإخلاص في القول والعمل. طيب بارك الله فيكم، ننتقل إلى الخطوة القادمة، وهي إنه مهارات التعامل مع الناس وكسب القلوب. وأعطيكم مثال، يعني أنت لما تريد أن تذهب إلى خباز معين أو فرن خباز، فأنت يخطر في بالك فرن معين تذهب إليه، إذا أردت أن تذهب إلى طبيب فيخطر في بالك طبيب معين، إذا أردت أن تذهب إلى سوق أي مكان صيدلية فأنت يخطر في بالك يعني شخص معين أو مكان معين، لماذا تختار هذا؟ لماذا تختار؟ يعني عندما تريد خباز من تختار؟ المخبز الفلاني. عندما تختار طبيب اختار الطبيب الفلاني، ربما حتى يكون إيش يعني مختلف عن التخصص اللي أنت تريده،
جلال يقول أسلوبه ومعاملته جميل جدا. ها، لماذا أنا أختار هذا الشخص؟ يعني لماذا أنا أختار هذا؟ فأكيد بسبب تعامله معي، بسبب احترامه لي، بسبب مراعاته لي، يراعي ظرفي، يراعي حاجتي، يراعي كذا، بسبب نصحه لي، يعني نصحه في الاختيار، في التقديم. فأنا يعني بسبب هذا التعامل معي، بسبب هذا التعامل، أيا كان التعامل، سواء بالكلمة الطيبة أو بالصدق أو بالإخلاص أو بالاهتمام أو بالسؤال، كل هذه تعامل. بسبب هذا فأنا أختار هذا من عشرات الآخرين غيره، أختار هذا الشخص. والسبب ما هو؟ أنه لديه مهارة في التعامل. وأنا أعرف بعض الأطباء، يعني ممكن يكون يعرفك تمام المعرفة، يعني يعرف كل شيء عنك، لكن يتجاهلك إذا دخلت عليك كأنه ما يعرفك. هذا تأخذ علاج وترميه في أقرب زبالة وتمشي. واحد آخر لا، أول زيارة لك يسألك مجموعة أسئلة، وأسئلة شخصية، اسمك، اسم زوجتك، اسم أولادك، وظيفتك، يعني معلومات كذا، هو تكون هي ضمن السواليف اللي هم يتحدث فيها الطبيب. يعني يسألك أسئلة يعني عن تاريخ مرضك أو شيء زي كذا، وتجي أسئلة عارضة، هو يسجلها، يدونها عنده في الملف. فعندما تأتي قبل ما تدخل يطلع على هذا الملف، يشوف أبرز هذه العبارات، فأول ما تدخل يسألك عنها، يسألك كيف ولدك اللي فلان كذا، هل تخرج من الجامعة، وكيف سيارتك غيرتها وصلحت الخلل فيها، وكيف مشكلتك الفلانية، أنت بعيد عن تخصصه، بعيد. مجرد هو يسألك بهذه الأسئلة يسحرك خلاص، لو يعطيك سم تأكله تصير بعافية، تقبل منه أي شيء. والسبب يعني هو وصل إلى قلبك. وأحيانا المريض يحتاج من الطبيب أنه ينصت إليه وأنه يحترمه ويدخل إلى قلبه أكثر من علاجه وأكثر من تشخيصه. هذا من هذا الطبيب. وكل الناس أطباء، أنت طبيب، كل واحد طبيب، طبيب قلوب، طبيب تعامل. فكل إنسان في تعامله مع الآخرين هو طبيب لهم، هو يعني يستطيع أن يكسب قلوبهم، كما يستطيع الطبيب كسب قلوب مرضاه. أنت تستطيع كسب قلوب كل من حولك بمثل هذا التعامل. جميل جدا. إذن هي المعاملة، هي المعاملة، السر هو في المعاملة. طيب شوفوا المعاملة كيف تصنع مع الشركات الكبيرة الناجحة. يقول الدكتور الصبوغ الله يذكره بالخير، كريم علي، يعني يهتم في الجانب النفسي، رائع ما شاء الله تبارك الله، الله يجزاك خير انت وياه. السياسات اللي موجودة عند الشركات الناجحة، الشركات الناجحة، يعني بعض الشركات ناجحة وجيدة تستمر 10 سنوات، 15 سنة، 20 سنة، وعلى مستوى المدينة، على مستوى الحي، على مستوى منطقة من المناطق، على مستوى مكان إقليمي. لكن في شركات عالمية على مستوى العالم، يعني تفوق الدولة، شركة تفوق الدولة. هذه تحتاج إلى قوة جبارة في السياسة، بحيث أنها تستمر. فهم في هذه الشركات يعني لهم هرم بهذا الشكل، رئيس وتحته نائب رئيس، ممثل للرئيس، زي مثلا نقول وزير، وكيل وزارة، مدير عام، مدير كذا، رئيس قسم إلى آخره، ويبدون في النزول حتى يأتون إلى الفئة اللي هي تقابل العملاء، الفئة اللي تواجه الجمهور. هذا هو الهرم، هرم أي جهة، سواء كانت إدارة، مدرسة، أسرة، وزارة، دولة، يعني هذا هو الهرم الذي يمثلها. وهذا ليس يعني فقط يعني لدى الناس، بل هو حتى يعني لدى يعني الحيوانات. يعني تجد مثلا قطيع الغزلان، قطيع الذئاب، قطيع الأسود، أي فئة من الحيوانات، النمل، النحل، تجد يعني فيه رئيس، وفيه تحت الرئيس فئات، لكل فئة
لها دور معين، والذي يرى النمل خاصة ثم والنحل أيضا يجد فيها فعلا تسمى مملكة، تسمى مملكة يعني تستحق هذا الاسم مملكة، شيء عجيب. وكذلك يعني قطيع الذئاب، يعني هذه الصورة اللي أمامكم الآن عن قطيع الذئاب، يعني شوف اللي رصدها يعني شيء عجيب جدا. يقول الذئاب الضعيفة والمسنة يجعلونها في المقدمة، يجعلونها في المقدمة ليش؟ على أساس هي تتحكم في سرعة السير، لأنها يعني لو جعلوها في الأخير انقطعت خلاص. ثم تأتي ذئاب قوية في البداية على أساس أنها يعني تقوم بالحماية وفتح الطريق ومتابعة هؤلاء الضعفاء على أساس تساعدهم، ثم قيد القطيع، القائد يكون في الأخير، القائد تبعهم كلهم يكون في الأخير. من أعجب أنا ما سمعت في قصص كهذه بين الذئاب والغزلان، إنه قطيع الذئاب وقطيع الغزلان لهم رؤساء، في رئيس للذئاب وفي رئيس الغزلان، وبينهم صداقة، بينهم صداقة وبينهم ود، ويعرفون بعض ومتفاهمين. فقطيع الذئاب هذا إذا احتاج إلى وجبة يأتي رئيس الذئاب ويقول لرئيس الغزلان ترى يعني نبغى وجبة. طيب ما المطلوب؟ كلم ربعك يهربون. فيجي رئيس الغزلان فيقول لهم يلا اهربوا، يعطيهم إشارة كذا، له إشارة يحدث صوت بإذنيه بقدميه وركلته وقفزته بطريقة معينة، يوجههم إلى المكان اللي هم يهربون إليه، وقطيع الذئاب يلحق ولا يأخذ إلا يعني الحاسرة من بين هذا القطيع العاجزة، يعني يختار ما يعبث، فيأخذ هذه. فمجرد أنه يأخذ يعني كفايته واحدة أو ثنتين يتوقف القطيع خلاص، الرئيس يقول خلاص لا الوضع أمان أوقف. طيب لماذا يصنع قطيع الغزلان هذا الشيء؟ لماذا يصنع؟ لماذا هذا الاتفاق بينهم؟ مقابل أن الذئاب تحميهم من الذئاب الآخرين أو من المفترسين الآخرين، فيصبح هذا القطيع من الغزلان تحت حماية هذا القطيع من الذئاب، فهم بحاجة إلى بعضهم البعض. يعني هذه أنا من أعجب ما سمعتها في القطعان من الحيوانات، هو الذي يعني يدخل في هذا العالم يجد يعني كل هذه موجودة في كل يعني ما خلق الله عز وجل، فما بالك الإنسان وهو مكرم عن كل هذه ولديه عقل، فلا شك أنه هو يحتاج يكون أكثر تنظيما، بل هو الذي يستفيد من هؤلاء، هو الذي يستفيد من النملة، هو الذي يستفيد من النحلة، هو الذي يستفيد من الحمار، هو الذي يستفيد من الحصان، هو الذي يستفيد من الجمل، هو يستفيد من كل الدواب، وكل دابة من هذه الدواب لها خلق، كل دابة من هذه الدواب لها خلق معين، الإنسان يأخذ هذا الخلق فتكتمل شخصيته. والله عز وجل جعل هذه الدواب كمدرسة للإنسان، ليس فقط طبيا في التشريح والتجارب على الفئران وكذا، بل حتى في التعامل، حتى في بناء بيوتها، حتى في معالجتها للأمراض يستفيد منها. هذا الهرم اللي أمامنا هم يجعلون الرئيس هو الأعلى، والمباشرين للجمهور هم في الأسفل. السياسات اللي عند الشركات الناجحة تقلب هذا الهرم، فيكون لا المباشرون للجمهور هم المهم، هم أهم ما في الهرم. فنحن الآن سنعمل تمرين، يعني تمرين كذا على أساس أنه يعني نشوف مدى قدرتكم على قلب الهرم. هذا التمرين يقول حرك 3 كرات، عندنا إحنا الآن 10 كرات، هذه اللي أمامكم 10 كرات، المطلوب أن نحرك 3 فقط من بين هذه الكرات، نغير أماكنها بحيث يصبح رأس هذا الهرم أو رأس هذا المثلث في الأعلى في الأسفل، وقاعدة الهرم هذه القاعدة تكون في الأعلى، هذه الأربعة ما تكون هنا أسفل تكون فوق، وهذا الواحد يكون هو الأسفل، فنريد أن نقلب الهرم. فما هي الدوائر اللي نحركها من مكانها وأين نضعها بحيث يصبح هذا الهرم مقلوب، رأسه في الأسفل
وقاعدته في الأعلى. يعني أعطيكم يعني كذا 3 دقائق، احسب لنا يا عمر 3 دقائق لهذا التمرين. من اللي يحسب الوقت، عمر ولا عبد العزيز؟ واحد يقول بدر، يقول محرك 4 و6 و7. عمر بدأ الوقت. طيب نقلب الصورة، السؤال يقول حرك 4 3 دوائر فقط، ما قال اقلب الصورة، 3 دوائر، الباقي تبقى في مكانها تماما، فقط نحرك 3. واحد يقول 4 و1 و4 و7. ما هي الدوائر اللي نحركها فيصبح هذا الشكل أمامنا مقلوب، رأسه في الأسفل وقاعدته في الأعلى؟ مريم تقول نحرك 1 و4 و7. نزل 1 تحت و4 و7 تكون جنب 2، يعني في اليمين. إلهام تقول نحرك 1 و2 و9. غزال تقول نحرك 1، ها 1 و2 و9 و1 و9 و0. محمد أحمد المالكي 1 و7 و4. طيب لؤي، طيب ما شاء الله، في إجابات، يعني في إجابات صحيحة، في إجابات صحيحة. طيب حسنة تقول إنه يعني منصتي، ما المقصود بالمنصة؟ رأسي صدع فيها، كنت ألعبها ما أعرف. طيب ننزل 2 و9 تحت 5 و6، 2 و9 تحت 5 و6، ومن ثم ننزل 1 تحتهم. لو طبقت ما تحصلها صحيحة، ما يصبح عندنا 4 في منصة مدرستي. إيه؟ معلمة أو طالبة؟ حسنة معلمة أتوقع، أو ولية أمر، طالبة ما شاء الله، طالبة وتحضرين دورات، نسأل الله لك التوفيق والسداد. مكان 1 و3 0، مكان 1 و3 مكان 9 و4 مكان 3. يعني نريد انه يعني اللي يقترح حل انه يعني يفكر يخطط. طبعا اللي حتى الآن ما فكر، ما كتب شيء، فهؤلاء هم اللي يعني يفكرون بهدوء ويفكرون لوحدهم. عمر يقول انتهى الوقت، يفكرون لوحدهم ويفكر كذا، يعني بعدين يزيد يعطي الحل. الآخرين اللي هو على طول يجاوب يجاوب يحط كذا، يعني هذا اللي احنا قلنا عليه انه ايش، يعمل ثم يفكر، يعمل ثم يفكر، يقترح ثم يفكر، او يفكر بصوت عالي. يعني شوف انتم عاد صنفوا انفسكم، الشخص الاخر هو اللي ايش، لا يجلس كذا لوحده ويفكر لوحده وبعدين يقترح. طيب انا اساعدكم الان في الحل، وعمر يقول انتهى الوقت. طبعا الشيء اللي احنا نحركه، يعني المثلث هذا كما ترون نريد ان نقلبه بهذا الشكل، يصبح بهذا الشكل. ف كثير جابوا افكار مختلفة، لكن الصواب هو هذه الثلاثة التي تتحرك، هذه الثلاثة. حسنة استوعبيها عشان لا تنسينا، 1 و4 و7 هي التي تتحرك من أماكنها فقط، والباقي كما هي، الباقي كما هي، 1 و4 و7. طيب كيف حركتها؟ كيف حركتها؟ هكذا،
حركتها هكذا، فيصبح انقلب الهرم واصبح قاعدته الى اعلى وراسه الى اسفل فقط بتحريك ثلاث دوائر، ثلاث كرات، ثلاث دوائر، والبقية بقيت كما هي. مرة ثانية، اللي يريد أن يصورها فيديو، يعني في البداية الكرات بهذا الشكل، المطلوب هو تحريكها، تحريك ثلاث كرات فقط، البقية تبقى كما هي، تحريك ثلاث كرات فقط. وهذه الكرات الثلاث هي الواحد والأربعة والسبعة، ثم يكون التحريك بهذا الشكل، ينزل واحد وتطلع أربعة وسبعة، فيعطينا واحد أسفل وأربعة في الأعلى، فيعني يكون بهذا. إيش الهدف من هذا التمرين؟ إنه ممكن بحركة بسيطة، ممكن بنظام بسيط، ممكن باستراتيجية بسيطة، يستطيع الإنسان يغير في سياسة الشركة فتكون أنجح شركة. يعني ممكن بلمسة بسيطة يصبح المتعاملين مع الجمهور هم أهم من في الهرم. وأعطيكم يعني على سبيل المثال الآن، يعني ممكن الجيل هذا ما يستوعب الكلام اللي أنا أقوله. سابقا كنا نعاني معاناة كبيرة جدا جدا في الهاتف، يعني الهاتف الثابت، ما كان عندنا جوال ولا كان عندنا كذا، الهاتف على أساس أنت تسدد الفواتير، يعني هذا يعتبر كارثة كبيرة جدا، تسدد الفاتورة، زحام في البنك، زحام في الهاتف نفسه، إدارة الهاتف على أساس تسدد. إذا انقطع عليك الحرارة على أساس أنك أنت ترجعها، هذه معاملة يبغالك تستأذن من العمل يوم أو يومين. إذا مثلا والله تريد إضافة الصفر أو تلغي الصفر، يعني أي عمل تريده في خدمة الهاتف تعتبر يعني مشقة كبيرة جدا. ولا أقصد أنه إدخال هاتف جديد، لا، الهاتف اللي موجود بين يديك، أي وظيفة تريد أن تضيفها تحذفها، هذا يعتبر يعني معاملة كبيرة جدا. بالإضافة إلى أنك إذا تتصل أنت في الشخص اللي يكلمك، ممكن أنت وهو يحصل بينكم خلاف وما يخدمك، ممكن يزعلك، ممكن كذا، ولا أحد يستطيع يحاسبه أبدا. الآن الوضع مختلف تماما، أنت تستطيع تصنع كل شيء، والشخص الذي يتحدث معك، الشخص هذا الذي يتحدث معك من الهاتف، من جهة حكومية، من شركة، هذا الشخص الذي يتحدث معك بالهاتف وهو يخدمك، مكالمتكم مسجلة فيما لو أردت أنك يعني ترفع عليه شكوى. إضافة إلى هذا، أن بعد ما تنتهي من الحديث يأتيك أسئلة تلقائية، يسألك كيف كان مستوى الشركة، الشركة نفسها كيف مستواها معك، تقيم أنت من 1 إلى 9 مثلا، كيف كان مستوى الموظف معك، تقيم. يعني أصبح أنت كعميل تستطيع أن تقيم الشركة، أنت كعميل تستطيع أنك أنت يعني تضع لمستك على الشركة. فأصبح هذا الشخص اللي هو يواجه الجمهور أصبح يقيم صح، وطالما إنه يقيم صح سيعطى حقه صح من أول ما كان له قيمة في الهرم، لأنه لا أحد يستطيع أن يقيمه، ما أحد يستطيع أن يقيمه، وهو المواجه للجمهور، هو الشخص الذي يمثل كل الهرم، هو الشخص اللي يمثل كل الهرم. يعني مثلا على سبيل المثال، جهة الاتصالات، شركة الاتصالات، شركة الاتصالات لها مدير كبير، أعلى مدير، ولها مدراء تحت هذا المدير، ومدراء أقسام ورؤساء وإلى آخره، يعني عالم كبير. لكن كل هؤلاء أنا لا أعرفهم، أنا أعرف من؟ أعرف الشخص الذي أتعامل معه، هو الذي يمثله. فإذا كان هو حسن الخلق انعكس هذا على الشركة كلها، وإذا كان هو خلقه غير جيدة انعكس هذا على الشركة. فعندما أصبحت الشركة تهتم في هذا الشخص، تقيمه، تضع له نقاط، تعطيه قيمة ابتسامته، قيمة صبره، قيمة تحمله، كذا إلى آخره، قيمة جهوده وقيمة عمله، كم على كم شخص اتصل، كم شخص رد عليه، كم شخص أنهى مهمته. فأصبح هذا الشخص اللي هو كان في أسفل الهرم لا قيمة له، أصبح هو أهم شيء في الهرم، وأصبح يقيم
يقيم تقييم دقيق ويكافأ على كل نقطة يحصل عليها، فبهذا تنجح الشركات. فعملية استراتيجية قلب الهرم يعني هي استراتيجية يعني قد ما تكون يعني حقيقية في القلب نفسه، ولكنها مجازية، إنه فعلا الناس اللي ينبغي أن نهتم فيهم هم هؤلاء. وأنا لي تجربة مع الشركات اللي هي مثل هذا، شركة مناديل، يعني ما قد ما أود أن أذكر اسمها، شركة مناديل، شركة عريقة جدا، يعني من أعرق الشركات عندنا شركات المناديل هذه، تعتبر حتى احنا نسمي جميع المناديل باسمها، باسم مناديلهم يعني كذا. فهذه الشركة يعني أنا أعرف أنها لها جودة عالية جدا، فشريت منها كرتون فيه مجموعة من المناديل، فكل ما فتحت علبة أبغى أسحب منديل مستحيل أسحب واحد، مستحيل، يعني في البداية لازم يطلع 4 5 6 10 دفعة واحدة. طريقة تغليفهم لها كانت جدا سيئة، لا يمكن مهما حاولت ومهما حرصت إني لا أستطيع أسحب واحد، هذا في البداية. بعد ما أسحب هذه العشرة كتلة واحدة وأرميها يصير يأتيني واحد واحد، وهذا الصواب، يعني ترتيبها يفترض إنه ما يطلع لك إلا واحد واحد، وتسحب واحد يطلع الواحد يخليه جاهز اللي بعده، تسحب واحد يطلع الثاني اللي بعده يخليه جاهز. فأنا طالعت في العلبة فوجدت مكتوب فيها إنه إحنا العميل عندنا رقم واحد، وإحنا عندنا الجودة وحاصلين على كذا في الجودة. فخاطبتهم، أرسلت وقلت أي جودة وأي كذا، أنا حصل معايا كذا كذا كذا، ويعني أنا كتبتها من باب إني أدي رسالتي، أدي الأمان اللي عندي إني أصنع شيء، أقدم شيء قد ينفع الشركة، قد ينفع المستفيد إلى آخره، المهم أصنع شيء. فتفاجأت بعد يوم أو يومين يتصل بي شخص قال أنا من طرف الشركة الفلانية، وأنت شكوى كذا كذا كذا، أعطيني عنوانك أبغى أجيك. والله قلت أعطيه عنواني، أعطيته عنواني، فوصلني إلى البيت وجاب لي معاه كرتون كامل مجانا كهدية، وقال لي يعني أرني كيف المشكلة، ووريته هي، فيعني شكر حقيقة، يعني شيء جيد إنه جاب لي كرتون كهدية وإنه استجاب وكذا، شيء جيد. لكن كان الأجود إنهم يتواصلون معي، يكون انقطع التواصل طبعا، يفترض إنهم يسألون، يفترض إنهم يعني ما أدري إذا كانوا عملوا إجراءات أخرى. يعني انظر الاهتمام بالعميل إلى أي درجة، ومن هو الذي يهتم فيه. أنا ما جاني مدير الشركة، مدير الشركة ما أعرف منه، ولا جاني نائب المدير ولا مدير الفرع، ولا جاني شخص يعني من المبيعات، شخص عادي، يمكن هو بالنسبة لهم أسفل الهرم، لكن هو الذي يمثل الشركة بكاملها. فالاهتمام بالأشخاص الذين يتعاملون مع الآخرين مهم جدا، مهم في تأهيلهم، مهم في تعليمهم، مهم في دخولهم دورات تدريبية إلى آخره. فعملية إنه أنا أهتم في من يهتم بالآخرين، من يتعامل بالآخرين، هذا هو سر النجاح. فعندما الشركة تقلب الهرم بهذا الشكل، بمعنى كيف تقلب الهرم؟ إنه اهتمامهم بالأشخاص اللي يباشرون الجمهور اللي هم يمثلون هذه الشركة يكون أكثر من اهتمامهم بالبقية، بقية الهرم أيا كان الموجود في هذا الهرم. طيب أنا أترك لك الآن، يعني إذا في أحد يريد أن يتداخل بالصوت ممكن، أو كتابات، يعني إذا في مداخلة صوتية ممكن نقبل 3 مداخلات، لكل مداخلة يعني من دقيقة إلى 3 دقائق، يعني ممكن كلها تشمل 3 دقائق، من دقيقة إلى 3 كحد أعلى. فمن يريد يرفع يده، من يريد مداخلة صوتية، ومن يريد كتابة ممكن. طيب هنا بالنسبة للكتابات، بالنسبة أي استفسار بالنسبة للاستفسار، يعني أي أحد يستفسر يكتب كتابة. وبالنسبة للكتابة يعني أنت ممكن تكتب كتابة خاص لشخص معين، وممكن تكتب للجميع، يعني أنت لما تضغط تكتب للجميع على أساس أنه يعني يكون الجميع. فأنا يعني أطلب من الأشخاص اللي تكتب رسالة خاصة يبلغونهم كيف يكتبون. طيب السلام عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير.
عندي سؤال، مو شرط إنه الشخص يحكم على الباقيين، كل شخص يتعامل بشخصيته، يعني كل واحد يعني شخص عصبي، يعني الناس يحسبوا كل وقت اللي تحته يعني عصبيين زي كذا، هو كل شخص يختلف شخصيته، صح ولا لا؟ أعيدي إيش؟ أنت قلت قبل شوية إنه الشخص يحكم على أشخاص الباقيين اللي تحته، إنه كان الشخص أسلوبه يعني كويس، إنه الباقيين أسلوبهم كويس. أنا يعني أشوف لا، يعني إنه شخص يكون أسلوبه كويس يكون اللي تحته يعني الباقيين اللي معاه في هذا يعني في الدوام وزي كذا يكون يعني صحيح. أسلوبه ثاني يعني. واضح واضح. صح؟ ايش اللي صح؟ كلامي ولا كلامي؟ شكرا. ايش اللي صح؟ كلامي لا يعني لا انا اقول يعني ايوه انت تسالين يعني تقولين هل هو انت يعني تسالين تقولين هل هو صح؟ ايوه. ايش اللي صح؟ ايوه صح انا اقول. ايش اللي صح؟ انه ما في شخص يحكم على يعني قصدك كلامك هو الصح. يعني انت تسالين ان كلامك هو الصح. طبعا كلامك صح وكلامي صح. كلامك صح وكلامي صح. كلامك انت انت تقولين انه الشخص يمثل نفسه لا يمثل الاخرين، وهذا كلام صحيح، لا تزر وازره وزر اخرى، الشخص يمثل نفسه صحيح. لكن بس أيوة انا قصدي انه ايوه انا فهمت فهمت قصدك فهمت قصدك بارك الله فيك، وانا اشرح للجميع. يعني الاخت هنا تقول انه انت لما تقول انه والله الناس اللي هم يتواجهون مع الجمهور، الشخص اللي يتعامل مع الجمهور، فهو إذا كان سيء تعامله مع الجمهور فأنا أقول الشركة هذه كلها سيئة، والرئيس سيء والمدير سيء والجميع سيء، لأنه هو هذا. أنا أشوفها زي مثلا إيش، لو واحد مثلا يخرج من الأسرة يشوف من اللي دق الباب، من اللي اتصل، من اللي دق الجرس يخرج. فإذا كان والله هو تعامله سيء اللي برا يقول والله هذه الأسرة كلها سيئة. طبعا كل واحد يمثل نفسه، يعني يمثل في التعامل في الأخلاق يمثل نفسه، لا تزر وازرة وزرة أخرى. إبراهيم عليه السلام أبوه لا يمثله، ونوح عليه السلام ابنه لا يمثله، هذا شيء وهذا شيء، لكنه في نظام الإدارة، في نظام الشركة، في نظام العمل، في نظام الفريق، الزبون العميل لا يعرف إلا هذا الشخص، يعني لا يعرف إلا هذا الشخص. أنا عندما أذهب إلى صيدلية من أجل أشتري، أنا ما أعرف صاحب الصيدلية من هو، ولا أعرف المدير العام للصيدلية من هو، أنا أعرف هذا الشخص الذي يستقبلني يأخذ الوصفة مني ويعطيني العلاج ويبتسم لي ويشكرني، وإذا كنت أنا أخطأت ورجعت قلت والله ما هو هذا العلاج الذي يريده يتقبله بصدر رحب. أنا أتعامل مع يعني البقالة بنفس الطريقة، أنا أتعامل مثلا مع جهة حكومية بنفس الطريقة، أتعامل مع هذا الشخص، هذا الشخص هو الذي يتعامل معي. فأنا لما أبغى أحكم على الجهة أحكم عليها من خلال هذا الشخص، من خلال هذا الشخص، إنه والله هذه الجهة غير جيدة، ليس مديرها غير جيد، وليس الرئيس غير جيد، وليس أخلاق الناس اللي فيها غير جيدة، وإنما الشركة كلها غير جيدة. ليش غير جيدة؟ لأنها لم تهتم فيي أنا اللي أنا اللي هو العميل. طيب كيف تهتم فيه؟ من خلال الشخص الذي يتواصل معي. لهذا الشركات تهتم بهؤلاء الناس اللي هم يتواصلون مع الآخرين، تهتم فيهم، تهتم فيهم كيف؟ برواتبهم، بالشكل تبعهم، الزي، بنمط الشخصية والكاريزما تبع الشخصية، ويكون هو صاحب ابتسامة، ما هو عصبي، يتحمل الضغوط إلى آخره. يعني أنا أعطيكم مثلا الأطباء فيهم طبيب ما أحد يعرفه أبدا، طبيب ما أحد يعرفه، كلكم يمكن ما تعرفون هذا الطبيب. من هو الطبيب المختص في التخدير؟ أخصائي التخدير. هذا أخصائي التخدير لا يوجد إلا في غرفة العمليات. إيش دوره؟ دوره أنه يأخذ الملف تبع المريض اللي سيجري عملية ويقرأه ويقرأ المعلومات فيه، من أجل هل يستطيع أن يخدره أو لا يستطيع أن يخدره، هل يتحمل أو ما يتحمل، هل تحاليله وقلبه وضغوطه إلى آخره هل تتحمل. إذا
هذا الطبيب يقول لا نستطيع أن نخدره، الطبيب الجراح العالمي هذا لا يستطيع أن يعمل له عملية، ما يستطيع. إذا هذا الطبيب قال خلاص موافق هذا سهل تخديره، خلاص تجرى له العملية. المريض لا يعرف هذا الشخص، هذا الطبيب اللي هو أخصائي التخدير لا يعرفه، ولا يشكره حتى، ولا يجيب له هدية، ولا يقول جزاك الله خير، ولا يعلم عنه. هو فريق عمل، هو الشخص اللي يعمل في الخفاء خلف الكواليس، الطبيب اللي هو يشوفون الجمهور واسمه معلق، وهو اللي كذا، هو اللي يعني يظهر للجمهور، لكن عنده ممرضات وعنده أطباء آخرين مساعدين، وعنده تبع التنفس وتبع كذا، هؤلاء ما حد يعلم عنهم. هذا اللي ظاهر للواجهة. طيب أنا هنا بالنسبة لي لما أضع طبيب في التخدير هو اجتماعي، ما يستطيع عزلة، هذا ما ينجح، ما يستطيع، ما يقدر. وعندما أضع شخص يواجه الناس هو لا يستطيع، يريد العزلة، هذا ما ينجح. طيب مين أكثر الأطباء ضغطا وإرهاقا؟ هو الطبيب اللي يكون في الطوارئ، الطبيب اللي يكون في الطوارئ، الطبيب اللي يكون في الطوارئ. بعض الأطباء في الطوارئ يتعالجون نفسيا، يأخذون حبوب نفسية للضغوط النفسية. ليش؟ لأنه يجي له حادث في سيارة 7 أشخاص، واحد خلاص بيموت، واحد يعني قاعد ينازع الموت، واحد حاله خفيف، كيف يتعامل مع هؤلاء؟ يعني واحد بيموت كيف يتعامل معه؟ واحد طريقه للموت يعني ممكن ينقذه، هذاك لا يمكن ينقذه، هذا ممكن ينقذه. واحد ثاني مدلع يصيح كذا بدون جد، يجي واحد مسخن حرارته 40 أو طفله عنده، ويقول اترك كل هؤلاء وتعال عندي أنا. هذا الطبيب صراحة يعني يكون في ضغط نفسي، لا يستطيع كل أحد يكون في هذا المكان إلا يعني ناس يعني لهم خاصية معينة. طيب أم جوري ممكن تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يسعد مساك يا شيخنا الفاضل. حياكم طبعا إن شاء عندي الله. استفسار، التعامل مع الشخصية المتقلبة أو المزاجية، يعني الآن إذا أنت قلت من أنماط التعامل مع الشخصيات احتساب الأجر، عند الله ضربت لنا مثال الزوجة أنها تحتسب الأجر في زوجها في حس التباعد وما إلى ذلك. طيب إذا كانت الشخصية متقلبة الآن، يعني سبحان الله ينتابك يعني مهما كان الشيطان حريص وما إلى ذلك، يعني والنفس يعني تجيك أمر أن ليتني ما تعاملت مع هذا، ليه؟ لأن الأمام يراها أنها ضعف أو سذاجة وما إلى ذلك، فأبغى إرشاد أو نصح، لأني جدا أعاني خاصة مع الشخصية المتقلبة، أحتسب الأجر فيها وأطلب من الله عز وجل يعني أن يصبرني، بس يعني بعض الأحيان يعني أتعب، فأبغى توجيهني. طيب جميل جميل ممتاز جدا. أبغاك تعيدين الكلام واحدة واحدة. ها اللي هي الشخصية المتقلبة أي ممتاز. المزاجية. أيوة أيوة تقولين إنه أنت يحصل لك إيش؟ يعني من الشيطان يعني إن ممتاز، هذه تكون واحدة من الشيطان، رقم واحد من الشيطان. أيوة يلا هات اثنين. كذلك يعني تجيك يعني ممتاز ردة فعل ردة يعني فعل. نعم ساذجة، نعم أيوة ممتاز ساذجة، صح أو إني جميل صح يعني شخصية ضعيفة، أو إني صح أحتاج بهذا التعامل ممتاز شيء ممتاز من أمر الدنيا، وأنا لا ممتاز يعني بس أبغى إرشاد إنه يعني يساعدني على هذا الأمر. رائع جدا رائع جدا. أنت شخصت الحالة تمام، وهي ليست حالتك أنت فقط، بل هي حالة الكثير من الناس. أنا في الاستشارات الأسرية يأتيني عشرات، إن لم أقول يعني مئات من هذا النوع. فأولا لابد أعرف أنه أولا رقم واحد هو الشيطان، رقم واحد هو الشيطان. هل الشيطان يريد أن يتحمل الآخرين؟ هل الشيطان يريد أن يتحمل زوجي أو زوجتي أو ابني أو بنتي أو يعني من حولي؟ لا يريد أبدا، لا يريد لي نجاح. فلا بد أنه هو يجي يقول لي شوف 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 كيف صنع، كيف يعني، لابد يسود الدنيا في وجهي ويسود هذه الشخصية في وجهي، لابد يصنع كذا. وأيضا لماذا هو متقلب؟ الشيطان هو اللي جعله يتقلب. ولماذا يقول هذه الكلمة اللي ترفع الضغط عندي؟ الشيطان هو اللي جعله كذا. إذا رقم واحد المتقلب هو الشيطان، الخبيث هو الشيطان، عدوي هو الشيطان. فأبدأ خلاص أحارب هذا الشيطان بيش؟ بما يكره، بما يكره، بكثرة الذكر، بكثرة الاستغفار. كل ما يجيني ضغط من هذا الشخص
تقلب علي يمين تقلب شمال، قال كلمة طيبة، قال كلمة بطالة، وعدني بعدين بطل، مدحني بعدين شتم إلى آخره. هذه الشخصية المتقلبة من يقلبها هو الشيطان. ما أكلمه ولا أزعله ولا أرد عليه، وأبتسم وأقول في داخلي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. أقهر الشيطان، أوقف دماغي عن التفكير، وأوقف دماغي عن استعراض تاريخه معي وتقلباته معي، وأحرق قلب الشيطان بالاستغفار عشان ما يتحرش فيه. هذه رقم واحد. رقم اثنين، قلتي أنت يعني الواحد ما يتحمل. طيب تبغين جنة وما تتحملين؟ لازم أتحمل، لازم أتحمل، لازم أعاني، لازم أبذل جهد، لازم أقوم وأطيح، لازم أروض نفسي بحيث إني أستطيع، لأنه أمر ليس بالسهل. يعني احتواء الآخرين، احتواءهم أمر ليس بالسهل. فإذا أنا أردت أنه يحصل فلابد أتحمل. طيب كيف يحصل؟ أروض نفسي مرة مرتين 10 20 حتى يصبح عندي هذا خلق. طيب رقم ثلاثة، ماذا يساعدني على هذا؟ يساعدني إني أحتسب هذا الشيء من عند الله عز وجل. طيب كيف أحتسب؟ كيف أحتسبه؟ إذا لم يكن له ثقل ما أحتسبه. الذي يحج، الذي يحج، هل يحج عن بعد هكذا؟ يعني يبغى يحج يبغى يعتمر عن بعد هكذا؟ لا، يحتاج معاملة رسمية، يحتاج إلى فلوس، يحتاج إلى سفر، يحتاج يعني ممكن الآن لا العوائق الرسمية والعوائق التنظيمية أكثر من تعب الإنسان. يعني ما بيروح يمشي إلى مكة مشي على قدميه، وإنما بيروح بطيارة أو سيارة، لكن من أجل إنك تقوم بإجراءات معينة، هذه الوحدة في حد ذاتها متعبة. ليش؟ لأنك أنت تريد جنة. فكل عمل أنت تعمله تريد بوجه الله لازم تتعب. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما يمكن. لازم أي إنسان يقول أنا مؤمن، أنا أتقي الله، أنا كذا، أنا بنجح مع زوجي، بنجح مع زوجتي، بأتحملها، بأتحمله، بأتحمل أبنائي، هذا الابن كذا، هذا ما أدري إيش، ما دام أتحملهم لابد أتعب. ليش؟ لأني أبغى أجر، وبحجم هذا التعب أكسب الأجر. طيب عرفنا أن الشيطان هو السبب، وعرفنا كيف طريقة حربه، وعرفنا أن الله عز وجل هو المقصود وهو المرجو، وعرفنا كيف نحتسب كل شيء لأجله، وعرفنا أني أنا كمان شخصيتي متقلبة، أنا وليس زوجي أو زوجتي أو ابني أو بنتي أو الشخص الآخر، أنا متقلبة. كيف متقلب؟ مرة أتحمل مرة ما أتحمل، مرة أقول والله يعني يقولون شخصيتك ضعيفة، والله يقولون يعني أنت قبلت الإهانة. أنت أنا لما أتعامل مع الله لا يهمني ماذا يقولون، أنا ذكي، أنا فطن، أنا أعرف كيف أكسب. أنا أتعامل مع الذي يعرفني تماما، هل أنا ضعيف ولا ماني ضعيف، أنا أتعامل معه. يعني أنا أسوي هذه الاستراتيجيات. فأنا لما أعمل هذه وأكون على بصيرة، أعمل هذا الشيء على بصيرة، أنا أنتصر. ثم أيضا عندما في كل مرة من المرات أفوز بهذا، أشكر الله عز وجل وأثني عليه وأحمده وأنسب الفضل له هو لوحده فقط، لله عز وجل، وليس لي أنا، وليست هي قدرتي، وإنما توفيق الله عز وجل. ثم أستمر في هذا، يعني لا أنتظر أنه والله خلاص تنتهي الأمور، لا أستمر أستمر. فعملية الاستمرار في هذه يأتي الفوز. فالله عز وجل لازم يعرف صدقك، لازم يعرف إخلاصك، لازم يعرف صبرك، وهو بقدر قدرتك يعطيك، بقدر قدرتك على تحمل الضغوط يعطيك ضغوط، بقدر قدرتك على تحمل الأعباء يعطيك أعباء. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت في وسعك تتحمل الضغط يضغط عليك، أنت في وسعك تتحمل تقلب الآخرين يخلي الآخرين يتقلبون عليك حتى تنتصر. فينبغي أني أنا أفرح إنه أنا أستمر في هذا، فأنا مأجور. ليس بالضرورة إني أفوز على الشخص الآخر، وليس بالضرورة إنه هو يتغير، وليس بالضرورة هو يستسلم، لكن بالضرورة إني أنا أستمر. ومن الأشياء اللي تعين أيضا هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة رضي الله عنها، عندما أتت تطلب خادما، قال علي بن أبي طالب اذهبي إلى أبيك اطلبي خادما، يعني واحدة تخدمك، عنده أسرى.
فأتت ما وجدته فحالي من النبي عليه الصلاة والسلام أنها أتت فذهب إليهم وأتى ووجد علي بن أبي طالب وفاطمة نايمين على الفراش، فدخل بينهم مد قدمه وهو جالس عندهم. ماذا تريدين يا فاطمة؟ قالت يا رسول الله أريد خادم، انظر إلى يدي كيف من الرحى ومن الشغل ومن العمل في البيت، يعني أريد خادما يعني امرأة تخدمني. فقال ألا أدلكما على خير من خادم، يعني حاجة أفضل من خادم، إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. فإذا الإنسان سوى هذه وقال الله أكبر 34 صارت 100، قال فهي خير لكم من خادم. من الذي يروي هذا الحديث؟ علي بن أبي طالب. متى يعني الراوي أخذ عنه؟ في خلافته. فقال فأنا ما تركتها من تلك اللحظة، اللي يقول علي بن أبي طالب يقول من هذيك الليلة وأنا شغال على هذا، في كل ليلة أقول سبحان الله الحمد لله 33، أكمل 100، سبح الله 100. طيب قال له هذا الشخص اللي سمع، قال ولا في ليلة صفين، ليلة حربه مع معاوية رضي الله عنهم أجمعين، يعني في هذيك الليلة ما نسيته أيضا، ما تركته؟ قال ولا في تلك الليلة. ما دام إنه ما تركه في تلك الليلة إذا ما عاد يحتاج أسأل، فهو ما تركه صحيح على طول الخط. ليش ما تركه؟ لأنها وصفة من النبي عليه الصلاة والسلام، هي خير لكم من خادم. إيش يعني خير لكم من خادم؟ يعني شاحن، شاحن طاقة، يعني يمدك بالطاقة، يعني يعينك على مواجهة الناس غدا، على أعمالك، على وظيفتك، على أبنائك، على زوجك، على زوجتك، على العاملين معك، على مرضك، على تعبك، على طلبك للعلم. فأنت عندما تأوي إلى فراشك وتختم يومك بعد أذكار المساء وبعد أذكار النوم وبعد قراءة آية الكرسي وإلى آخره المعوذات، بعد ما تنتهي من هذه كلها يكون ختامك إنه تسبح الله 33، تحمد الله 33، تكبر الله 34، تصبح هذه 100، فهذه تمدك بالطاقة. وأحمد بن حنبل بعد جلوسه صلاة الفجر يجلس يذكر الله في خلوة مع الله، ما حد يقطع عليه هذه الخلوة حتى تشرق الشمس، حتى الشروق، ويصلي ركعتين. فبعض الطلاب يقول يعني لو ارتحت الآن يعني استرخيت كذا تمددت على أساس يعني تستقبل الناس، فقال هذه غدوتي، يعني هذا فطوري، هذا هو وجبتي الصباحية، إن لم أتغدها يعني إن لم أكون في علاقة مع الله عز وجل في هذه الفترة وأكون في اتصال مع الله، أشبك الشاحن، شاحن الإيمان مع الله عز وجل في هذه الفترة، تنهار قواي. فنحن نحتاج، فالأمر اللي يحصل لأختكم هذه أمر طبيعي جدا، وهو الصواب، وهو الذي يريده الله لنا، إن إحنا نتعب ونعاني. فبارك الله فيها، يعني لفتة جميلة، وأسعدها الله في هذه المداخلة، ونسأل الله أن يعينها. طيب ناخذ احنا الان مهارات في فن التعامل وكسب القلوب، يعني ممكن احنا تجاوزنا على عمر في الوقت، لكن كان مفيد ولها علاقة بالموضوع. من مهارات فن التعامل وكسب القلوب هو بناء العلاقات الجيدة، بناء علاقات جيدة بالآخرين ايا كانوا هؤلاء الآخرين. وامس اتفقنا ان الآخرين تشمل كل احد غيرك. كيف يتم بناء العلاقات الجيدة؟ بالتفاهم، يعني تحاول تبذل قصارى جهدك انت وليس هو، إنك أنت تفهمه وتستوعبه وتبين فهمه وتراعيه إلى آخره. هذا التفاهم يحدث انسجام، يعني يجعل بين الطرفين انسجام، يجعل بينهم مودة، رحمة، لباس، سكن، ألفة، ابتسامة. هذا الانسجام يجعل فيه تسامح، تغافل، غض البصر، ما يدقق الإنسان خلف الأشياء. إذا أنا قمت بهذا الشيء الطرف الآخر يقوم بنفس الشيء، أحاسبه يحاسبني، أتجاوز أقول أنا المخطئ، قال لا أنا المخطئ. فإذا حصل هذا الشيء نصل إلى درجة التجاوب. التجاوب إيش هو؟ إنه يعاملني بالمثل، فهمته يصير يفهمني، أنسجمت معاه أنسجم معاي، عفوت عنه، تسامحت، تنازلت، ما أصريت على رأيي، يصير هو يخجل على نفسه ويصير يعاملني بنفس الشيء. وصلنا إلى هذه الدرجة يكون التعاون والتكاتف والفريق الواحد. فهذه خطوات بناء العلاقة الجيدة: التفاهم، انسجام، تسامح، ثم يتم التجاوب.
متى ما يحصل التجاوب من الطرف الآخر فأنا نجحت، متى ما يحصل الطرف الآخر أنه متجاوب معي فأنا نجحت. ثم يكون التعاون، إذا أردت أن تكسب الناس يجب أن تفهمهم، أول شيء استوعبهم، افهمهم حتى تكسبهم. ولكي تكسبهم لابد تتذكر كلامنا السابق أن الإنسان تغلب عليها العاطفة أكثر من المنطق، العاطفة أكثر من العقل. لهذا نملأ هذا الفراغ، إذن فلنخاطب فراغ أكثر من مخاطبة فراغ. يلا أجيبه. لهذا فلنخاطب فراغ أكثر من مخاطبة فراغ. ايش نحط في الـ في الـ في الفراغ الاول وفي الفراغ الثاني؟ ما هي الكلمه اللي في الفراغ الاول؟ ما هي الفراغ الثاني؟ اسامه يقول العاطفه والعقل، وامانيا القلب والعقل، محمود القلب اكثر من العقل، جلال القلب العواطف، نخاطب القلب قبل العاطفه، القلب قبل العقل. جميل ما شاء الله تبارك الله. إذن فلنخاطب القلب، العاطفة، المشاعر أكثر من مخاطبة العقل. نخاطب الاثنين، نعم نخاطب الاثنين سوا، نخاطب الاثنين، لكن نخاطب القلب، نخاطب العاطفة، نخاطب المشاعر، نخاطب النفسية كما يسميها البعض أكثر من مخاطبتنا للمنطق، للعقل، للمصالح، للنظام، للروتين، على إلى آخره. كلام جيد. إذا من أجل أكسب الآخرين، من أجل أكسبهم، إني أخاطب عاطفتهم أكثر من منطقهم، أخاطب عقولهم أكثر من قلوبهم، أكثر من عقولهم. بارك الله فيكم. كيف أكسب قلوب الناس؟ طيب كيف أكسبها؟ كيف أكسب قلوب الناس؟ فيه مثال يقول: عامل الناس كما تحب أن، ها، عامل الناس كما تحب أن تعامل، أن يعاملوك، أن يعاملوك، ها، يعاملوك، تعامل، عامل الناس كما تحب، كما يريد منك الله. إجابة مختلفة، يعني غالبية يقول كما تعامل، كما يعاملوك. جلال يقول كما يريد منك الله. طيب جميل ما شاء الله تبارك الله. إذن المقولة تقول: عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، هذا منتشر، عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. طيب في أحسن من هذا؟ في أحسن من هذا، عامل الناس كما تحب أن يعاملك الله، هذا أرقى. عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، والله أحب أنهم يحترموني إذا أحترمهم، والله أحب أن يكرموني إذا أكرمهم، والله أحب أن يخاطبوني بلغة حلوة جميلة، أحب أن يثنون علي، أحب أن يخاطبوني بأحب أسماء إلي، هذا أنا أحب أن يعاملوني بها، إذا أعاملهم أنا هكذا. لكن في أكثر من هذا، أكثر من هذا، وهي كما أحب أن يعاملني الله. بماذا أحب أن يعاملني الله؟ أن يعفو، أن يصفح، أن لا يحاسب، أن لا يعاتب. يعني أنا أحب أن يعاملني الله، أنا أقصر في حق الله والله يعطيني، أنا أذنب والله يغفر، أنا أسيء إلى الله، أسيء إلى عباد الله والله يتجاوز، الله يستر. يعني انظر، انظروا، يعني انظروا تعامل الله عز وجل معنا. ذنوبنا صاعدة إلى السماء ورزقه ورحمته نازلة إلينا، نذنب ونعصي ونتوب ويتوب، بل يبدل السيئات حسنات، بل يوم القيامة يأتي للعبد يسأله: يا عبدي ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا، ويبدأ يحدد له. فالعبد يتلفت يمين شمال، الناس يطالعون، وإذا في حاجز لا يراه أحد، فقال: أنا سترت عليك في الدنيا فأستر عليك في الآخرة، اذهب غفرت لك. يعني تخيل هذا شيء، يعني شيء عجيب جدا تعامل الله معه. إذن نحن مطلوب منا
إن نتعامل مع الناس كما نحب أن يتعامل معنا الله عز وجل. وانظروا يوسف عليه السلام كيف تعامل مع إخوته لما اكتشفوا إخوته أن هذا يوسف وأنه أصبح هو الملك، فقالوا يعني اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا ما حصل منا. قال لا تثريب عليكم، يعني خلاص مسامحين، وروحوا جيبوا أهلكم جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام على ما حصل له من أهله قريش في مكة، وعلى ما حصل بينهم من حروب، وعلى ما حصل من أشياء كثيرة تعلمونها، عندما خرج من مكة خرج هو وأبي بكر رضي الله عنهما، خرجوا مطرودين، خرجوا يهربون، خرجوا وهم يختفون عن الناس، وجلسوا في الغار 3 أيام. وقصة الجميع ممكن يعرفها، يعني ممكن تفاصيلها فقهها تحتاجون تتعلمون وتسمعون. هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي خرج من مكة أخرج منها، وخرج وهو يترقب، وخرج وهو يتخفى عن الناس، عاد إلى مكة ومعه 10,000 مقاتل، عاد فاتحا. الناس الذي آذوه والناس الذي كانوا يسخرون منه ويقولون ويفعلون، ماذا صنع فيهم؟ قال ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، يعني الآن أقدر أنتقم، أقدر أصنع يعني كذا، لكن لا يليق به عليه الصلاة والسلام وهو رحمة العالمين. ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني خلاص عفى الله عنكم ولا أحاسب أحد. تخيل الله عز وجل يوم القيامة إذا أختار مجموعة من الناس وقال تدخلون الجنة بدون حساب، ولا أسألكم ولا أحاسبكم عن شيء، وتكون أنت منهم، ما أسعدك بهذا؟ تخيل الله عز وجل عندما يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، عفوت عنكم. تخيل أنت تأتي يوم القيامة وقد عفوت عن كل الناس، أنت تأتي يوم القيامة وقد عفوت عن كل من أخطأ إليك، أخطأ عليك، وقبل وفاتك أو في يوم من الأيام تقول يا رب كل من أخطأ علي فقد عفوت عنه. ثم ينصب الميزان يوم القيامة، ينصب الميزان يوم القيامة، ويأتي الله عز وجل ويحاسب، يأخذ من حسنات هذا يعطي هذا، ويأخذ من سيئات هذا يعطي هذا، وتقف أنت وأنت تعلم أنه ليس لك شيء، كلها عفوت عنها. ثم يأتي دورك، الله عز وجل يحاسبك، فيقول تعال من خصومك، تعالوا خصومه، قالوا كل هؤلاء نحن خصوم، يعني أنا يعني خصوم يوم القيامة هم طلابي، طلابي كلهم خصومي، وأنتم أظن خصوم يوم القيامة، أهلي معارفي أصحابي كل هؤلاء خصوم يوم القيامة. فإذا وقفوا أمامي كلهم جميعا وكل واحد يطالب بماله، بما له علي أنا يطالب به، فالله عز وجل يبدأ يحسب، وإذا لهم كذا وكذا ما عاد بقي لهم شيء فأخذ من سيئاتهم. طيب الله عز وجل يريد أن ينصفني الآن، فيقول تعال نشوف أنت خصم لمين، من الذي أخطأ عليك من هؤلاء ومن غيرهم. فأقول يا رب أنت تعلم أنا عفوت عنهم جميعا ما عاد لي شيء. فماذا يقول الله عز وجل لك؟ يقول وأنا أولى بالعفو منك، عفوت عنك. تخيل تخيل، هذا عامل الناس كما تحب أن يعاملك الله، يعني أي فرحة، أي فرحة تغمر في ذاك اليوم عندما الله يقول خلاص اذهب إلى الجنة، شيء يعني. فهذا هو التعامل الراقي. فالأخت اللي سألت وقالت يعني هذا الشخص المتقلب والشخص صاحب النفسية والذي لا يحفظ المعروف وإلى آخره، يعني يوم إيوه ويوم لا، وما عرفت كيف أتعامل معه. عندما أنا أستشعر هذا المكان اللي عند الله عز وجل ويريد أن يحاسبني، فيقول لست أكرم مني، لست أكرم مني، أنت عفوت عن الجميع، أنت تعملت، إذن اذهب. فيعني بدل ما نقول عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، لا، أرقى من هذا، عامل الناس كما تحب أن يعاملك الله. إذا وضعت هالقاعدة يختلف تعاملك معهم تماما. هل نريد أن نكسب الناس؟ نعم، لا شك أننا نريد أن نكسب الناس. إذن يجب أن نفهمهم، نفهمهم، نعرف كيف يفكروا. فإذا عرفنا نستطيع أن
نفهم. طيب كيف نفهم الناس؟ عشان نفهم الناس افهم نفسك انت اولا، اعرف نمط شخصيتك، اعرف طريقتك، اسلوبك، اعرف كذا، اعرف نفسك انت تحب ايش، تكره ايش، الناس مثلك. فاول خطوه، ماذا تريد انت من الناس؟ ماذا تريد من الاخرين؟ تريد انهم يعاملونك باحترام، اذا عاملهم انت باحترام. تريد ان يشعروا باهميتك وانك انت شخص لك مكانتك، اذا انت كذلك اشعرهم باهميتهم مهما كانوا، مهما كان. ايضا يفهموا وجهه نظرك ويقدرون رايك، يحترمون رايك، اذا انت ايضا قدر وجهه نظرهم وخلافهم معك. ان يراعوا مصالحك ورغباتك، اذا انت راعي مصالحهم ورغباتهم. ايضا بماذا تهتم انت؟ ما هو الشيء الذي تهتم له بالنسبه لك يعتبر يعني شيء مهم؟ انت تهتم بمصالحك الماديه والمعنويه، تهتم بمنزلتك، تهتم بمكانتك، تهتم برغباتك، بهواياتك، بواحد اثنين ثلاثه اربعه، هذه اهتماماتك، اسر اهتماماتك. الناس لديهم نفس الاهتمامات، اذا لابد اني انا اراعي اهتماماتهم واقدرها وايضا احترمها. كذلك ما الذي يرضيك؟ ابحث ما هو الشيء اللي يرضيك. ايضا هم يريدون ان يرضون، لهم شيء يرضيهم، راعيه. ما هو الذي يغضبك؟ ايضا هم يغضبون، لابد انك تراعيه. متى تقول نعم، متى تقول لا، حتى لا يصبح لك نمط معين. الشخص الذي متردد بين نعم ولا، مره يقول نعم مره يقول لا في نفس الموضوع، هذا الناس يعني ما تتقبل منه. لكن الذي نعمه ثابته ولاؤه ثابته، هذا تقيد، يعني على اساس يكون مفهوم. مثلا لنفرض انه شخص معين وضع له نظام انه والله يوم الجمعه انا ما استقبل زوار ولا استقبل اتصالات، ولا هذا الجمعه مثلا لعبادتي من الفتره كذا الى فتره كذا، ساعه الاستجابه مثلا من العصر للمغرب لا استقبل اي شيء، هذا لكذا. خلاص الناس تقدس هذا الشيء اللي انت قدسته. والله انا مساء الجمعه او نهار الجمعه او ليله الجمعه انا افرغ مثلا لاسرتي، ما احد يعتدي على هذا، لا ضيوف لا غيرهم، خلاص الناس تحترم هذا، تحترم هذا. بس انت اعرف، لكن متى يغضبون منك؟ اذا مره تقول لا، مره تقول نعم، مره تقول لا، يعني مره يكون لك نظام مره تلغيه. فهنا يعني هم لا يستقبل، لا يعني يعجبهم هذا الامر منك ولا يتقبلون. ايضا من مهارات التعامل مع الاخرين هو فن الاتصال بهم، فن التواصل معهم. اذا انت تريد ان تتواصل معهم ينبغي انك انت تخرج من ذاتك ومن مصالحك ومن رغباتك وتفكر في مصالحهم هم ورغباتهم. فاول خطوه اذا قلت انا اولا، والله مصلحتي اولا، يأتيك الرد بل أنا، يأتيك الرد من الشخص الآخر بل أنا. طيب أنا ما لي حق، قال هو طيب أنا ما لي حق. طيب أنا ما لي احترام، قال طيب أنا ما لي احترام. طيب أنا أبغى أرتاح، قال أنا أبغى أرتاح، إلى آخره. فعندما تقول أنا أولا، قال لا بل أنا. لكن عندما تقول أنت أولا، قالوا كذلك أنت أيضا. تفضل، قال أتفضل أنت. لا ما يصير، قال هو لا ما يصير. فمثل ما أنت تقدم له هو يقدم لك، فإذا أنت احترمته واحترمه أصبحت أنت أناني، يهتم بالأنا بأنت فقط، هو يصبح أيضا يهتم بأنا. أيضا من فنون التواصل هو التأثير على الآخرين. كيف؟ طريقة مخاطبة الجمهور، إما أنها تكون لفظي بالكلام أو غير لفظي بالإشارة أو بالانطباع أو بالإحساس الداخلي. اللفظي غالبا يكون 20%، يعني تواصلك انت مع الاخرين بالكلام، بالرسائل، بالعبارات، بالكلمات لا يتجاوز 20%. 80% غير لفظي، بابتسامه، بوجه انطلق، باشاره، بتقطيب وجه، بشعور، باحساس. فال80% هذه ينبغي الاهتمام فيها بقوه، ينبغي الاهتمام فيها بقوه. ف يعني على الفطرة، على سبيل المثال على الفطرة، الطفل الصغير لما يجي يتحدث مع أبوه أو أمه، يتحدث معه ويقول يا بابا أريد كذا كذا، تقول نعم يا ولدي، قال اسمعني، طيب أنا أسمعك، قال لا اسمعني اسمعني، تقول طيب أنا أسمعك، تكلم، روح تكلم، قول.
ماذا يقصد؟ هو يقول اسمعني. طيب أنا أسمعه، أنا أسمعه، إذني معه، أنا صاغي له يتكلم. ماذا يريد؟ يقول اسمعني. طيب أنا أسمعه، لكن يريد شيء غير السماع. ماذا يريد؟ يريد أن أنظر إليه، يريد أن أترك كل شيء واحتويه، أنظر إليه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من خلقه إذا التفت التفت جميعا، إذا أحد ينادي أو أحد يكلمه ما يلتفت بهذا الشكل، رأسه فقط أو عينه يلتفت، لا يلتفت جميعا. فتخيل إنسان إذا تخاطبه أنت التفت لك جميعا، وقف أمامك وجها لوجه، غير أنه يلف لك رأسه أو وجهه، وضع يعني له أثر وله وقع كبير جدا. من فنون الاتصال أنك أنت تعرف مخطط الاتصال، تعرف عناصر الاتصال. فأول عنصر في الاتصال المرسل اللي يرسل الرسالة، وثاني عنصر هو الشخص المستقبل لهذه الرسالة، والعنصر الثالث هو وسيلة الاتصال بينهم، هل هو بالصوت مشافهة أو بالكتابة رسالة أو بالتليفون أو بواحد يصيح كل واحد في جبل يصرخ للثاني. وأيضا الرسالة اللي ترسل جملة كتابة تعبير عن مشاعر معينة، هذه الرسالة مرسل مستقبل وسيلة الاتصال الرسالة المرسلة، هذه هي عناصر الاتصال. أيضا ردة الفعل التغذية الراجعة وهي رسالة أيضا، فيصبح المستقبل مرسل والمرسل مستقبل. التغذية الراجعة ردة فعل هذا الشخص، ويحصل أحيانا في تشويش على المستقبل، الجوال شوش، عنده إزعاج إلى آخره، في تشويش على المستقبل. وأحيانا يكون في تشويش على المرسل، فيكون مو مركز ماذا يقول أو عنده ما يشغله. وأحيانا يكون في تشويش على وسيلة الاتصال، فلا بد تكون الرسالة صحيحة والاتصال قوي. كيف؟ أنا عندما أتصل على شخص بالجوال وأريد أن أبلغ رسالة، فأنا أتحدث بالرسالة هذه بوضوح، ما أدخلها ضمن كلام عام. إذا جيت أرسل رسالة المهمة أقول أنا أريد منك طلب وهو مهم وأريد الليلة مثلا، عشان يركز معي. ما هو طلبك؟ إنك والله تلخص لي مثلا العناصر المهمة في هذه الدورة. خلاص أنا أرسلت الرسالة، الرسالة الآن واضحة، ما في عندي تشويش، تأكدت ما في تشويش، وإني أنا أرسلتها بوضوح وإنه هو مركز معايا. طيب هل هذا الاتصال جيد؟ لا لسه مو جيد، لازم أسمع منه أقول ها تذكرني بماذا قلت، ماذا طلبت منك؟ قال تقول لي إنك أنت تبغى أطبع لك الدورة، أطبع لك، أكتب لك الكلام اللي، لا لا مو كذا، غير صحيح، أنا ما قلت كذا، ركز معايا ماذا قلت. قلت أريد تختصر لي هذه في نقاط، أريد موجز، أريد كذا. إذا أعاد لي نفس العبارة فهي وصلت صح، فيكون هذا اتصال جيد. متى يكون اتصال جيد؟ إذا أنا أرسلت رسالة صحيحة واضحة وتأكدت أنها وصلت. قلت لابني اذهب إلى السوق إلى البقالة وأتيني بكذا وكذا وكذا، ثلاثة أشياء. قال طيب حاضر وراح. لا ما ينفع، أقول له تعال، ما هي الأشياء اللي قلتها لك؟ واحد اثنين ثلاثة، يذكرها لي. من فين؟ من البقالة. متى؟ الآن. أحسنت، هي روح الآن روح. لكن لو ما سألت ممكن قال أنت قلت الاثنين فقط، ممكن قال أنت ما قلت اليوم، ممكن أجيبها بكرة. فهنا عشان تكون هذه العناصر اللي أمامكم هذا المخطط سليم، يكون الاتصال مهارة عالية، الاتصال فيه إبداع، فيه فن صحيح، اتصال فعال، فلا بد أن أراعي هذه الأشياء، هذه العناصر أراعيها مراعاة جميلة. طيب إذا أردت أن يكون فن الاتصال فن جيد، فعليك أنك أنت تصنع صورة إيجابية عنك عند الآخرين، يعني خليه ينظر لك نظرة إيجابية حلوة وليست نظرة سيئة. كيف؟ يعني مثلا لما تيجي تقول له آسف على تأخري، يعني أنا أجرمت، تأخرت عليك، يعني أنا ضيعت وقتك، فهو يقول والله فعلا هذا مو تمام، ما يحترم الوقت.
لكن بدلها أقول شكرا على انتظارك. يعني أنا ما ذكرت تأخري اللي هو يزعله، لكني شكرته على حاجة حلوة عنده، بدل إني أقول آسف لأني أنا أتكلم كثير أنا ثرثار، أقول والله شكرا على صبرك علي وحسن إنصاتك واهتمامك بما قلت، بدل ما أقول آسف لأني أزعجتك أقول شكرا لأنك يعني ساعدتني وقدمت لي، بدل ما أقول آسف إني أتعبتك أسهرتك إلى آخره أقول شكرا على مساعدتك وشكرا على كذا، آسف لأني أخفق معك دائما أتعبك دائما أخطي عليك دائما، لا أشكرك على صبرك، يعني أذكر الأشياء الإيجابية اللي عنده، آسف لأني عاطفي وأنا يعني دائما كثير الشكاوى، لا أقول أشكرك على تقبلك لي واحتوائك لي. يعني شوف العبارة كيف تفرق كبير، فرق كبير جدا في اختيار العبارة. لهذا الله عز وجل يقول لا تستوي الحسنة والسيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، الكلمة تختلف، ادفع بالتي هي أحسن، يعني قدم الحسنة، قدم الحاجة الطيبة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه حميم كأنه صديق. تجي تختلف مع شخص في سوق أو حادث سيارة أو شيء، فتنزل تعتذر وتقول أنا أخطأت أنا كذا، اللي قال لا والله ما في شيء وخلاص وأنا أخطأت، ويصير هو اللي يعتذر منك، لكن تنزل تخاصم هو يخاصم. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، الكلمة الحلوة. ليش؟ لأن الشيطان يحرص يأخذ هذه الكلمة ويضخمها، الشيطان يبغى يمزغ بيننا. فأنا لما أقول الكلمة الطيبة أنا أمتص غضب الطرف الآخر وأخزي الشيطان أبعده، وعندما أضع في نصبي أن الشيطان موجود ويستغل هذه الفرصة، إذا أنا أحتاج أني أعتبر للشيطان ألف اعتبار، فيصبح هذا الشيطان الذي هو عدو مبين يخزيه الله ويبعده. وأن الله عز وجل يقول لموسى وهارون فقولا له قولا لينا، اللي هو فرعون، فرعون اللي هو يقول أنا ربكم الأعلى، وفرعون الذي يعلم الله أنه لن يؤمن ولن يدخل الجنة، مع هذا قال لموسى وهارون وهم يعرفونه، ويعرف موسى عاش عنده في البيت، يعرف شخصيته ويعرف كبرياءه ويعرف، مع هذا قال قولا له قولا لينا، واجبكم تقولون قول، يؤمن ما يؤمن هذا ليس شغلكم، انتم قولوا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، يعني انت تحط في ذهنك هذا، فهذا مطلوب منا. فمن اجل يكون فن التواصل مع الاخرين جيد، اختر العباره التي تقولها، فعباره تداوي الجروح، وعباره تزيل كل الخلافات، وعباره تجعل يعني السلبي ايجابي، وعباره ممكن تسبب حرب، كلمه سيئة ممكن تسبب معركة. طبعا نتجاوز هذه الثلاث المداخلات، نخليها في وقت آخر على أساس نكسب الوقت. المداخل إلى العقول والقلوب، أولا الاحترام والتقدير، أحترم هذا الشخص مهما كان. ليش؟ لأن كل إنسان عند نفسه هو محترم، كل إنسان يرى نفسه ملك بالنسبة لنفسه، فينبغي أني أنا أحترمه وأقدره مهما كان. فنحن نحترم الكبير وصاحب المنصب لأنه مهم، ونحترم الشخص اللي نعرفه أنه يعني شخص وحيد وكذا، لكنه كل واحد من هؤلاء يشوف أنه هو صاحب المنصب، ويشوف أنه هو مهم، ويشوف أنه كذا. أنا لما نحترم هذا لأنه هو يعني مهم، فما في أحد يشوف نفسه أنه مو مهم، كل واحد يشوف أنه نفسه مهم. فلهذا عندما أنا أحترم هؤلاء وأتفق معهم وأبادلهم الاحترام، هم نفس الشيء سيحترموني. فالاحترام والتقدير مهم أن يكون لكل أحد. التسامح والبحث عن العذر، التماس العذر له. كيف تلوم الناس على أخطاء أنت ممكن تقع فيها؟ فلو لمته على خطأ ابنك، بنتك، زوجك، زوجتك، يعني تقول أنت أخطأت في كذا، قال وأنت أخطأت في كذا، حتى لو ما رد عليك. فنحن أحيانا نرى أخطاءنا أنها صغيرة ونبحث عن عذر، نقول والله إحنا معذورين، والله أنا نسيت، والله ما أخذت بالي. لا طيب، والآخرين نفس الشيء عندهم نفس العذر، إذا أنت التمس العذر لهم. فاجعل تصحيح الخطأ عند الآخر يعني
يكون أمر سهل. ليش؟ بالكلمة الرقيقة اللي هي في النقطة الأولى، إن الكلمات الطيبة هذه تجعل التعامل صح. افهم وجهة نظر الشخص الآخر، استوعبه، ففهمك له خطأ يعني يسبب لك مشكلة. كل شخص يشوف نفسه هو صحيح، كل شخص يشوف نفسه هو صحيح، وأنه رأيه منطقي وأنه رأيه صواب. فأنت لما تنطلق من هذا المنطلق، أنت تكسب قلبه، تكسب عقله، تكسب عاطفته، حتى لو اختلفت معه يعني احترم رأيه. فالاستخفاف بآراء الآخرين يجعله يدافع، يجعله يكرهك، يجعله ينفر منك. أيضا ابحث عن العوامل المشتركة بينك وبينه. العوامل المشتركة اللي يعني له نفس الاسم، له نفس اللقب، له نفس اللبس، له نفس الاهتمام، له نفس الوظيفة، كل هذه لها أثر كبير جدا على يعني دخولك إلى عقله وإلى قلبه. أيضا الإعجاب والثقة الصادقة والثناء الصادق والمدح الصادق يعني بهذا الشخص تجعلك يعني تكسب قلبه. فكل شخص مهما كان سيء فعنده حاجة حلوة، اذكر هذا الشيء الحلو، اذكر إيجابياته. في الاستشارات الأسرية لما أطلب أنا يعني بعض المعلومات، فأنا أطلب من الشخص أنه يعني ما هي إيجابيات الشخص المقابل. من خلال ذكر الإيجابية أعرف أنا مشكلة هذا. يعني أحياناً يقول والله هو طيب لكن فيه وفيه وفيه، أنا أذكر أطلب الإيجابيات. فعندما أراه منصف في ذكر الإيجابيات ولا يذكر أي سلبية، معناته نمط شخصيته كذا. لكن لما يذكر إيجابية وسلبيتين ثلاث، إيجابية وسلبيتين ثلاث، أو إيجابية واحدة والباقي صورة، أنا ما سألت عن السلبية. فأنا أطلب الإيجابيات أولاً. الذي لا يستطيع يذكر الإيجابيات فعنده مشكلة، علاجها أنه لا يذكر إلا الإيجابيات. بعدين انتقل هات السلبيات تبعه، فمن خلال مقارنتي بين الإيجابيات والسلبيات أنا أستطيع أني أقيم هذا الشخص. كذلك أطلب منه إيجابيته هو، كيف يذكر إيجابيات نفسه وأذكر سلبياته. عندما يذكر هو هذه الأشياء عندها أنا أستطيع أني أقيم هذا الشخص. ابحث في الشخص الآخر عن الأشياء الإيجابية، الأشياء اللي هي يعني إيش حلوة وأشكر عليها، مهما كانت صغيرة، مهما كانت صغيرة فهي تكبر. بل أنا أكبر في نظري وأكبر في عينه وأكبر في قلبه. فإذا كبرت في عقلي وكبرت في قلبه فأنا أبدعت في التعامل معه وكسبته. أيضا افعل هذا بصدق وليس بنفاق. يعني إذا مدحته امدحه بما عنده ولو شيء بسيط، وإذا أثنيت عليه وإلا تنقلب إلى ضدها. يعني يصعب أنك أنت تبالغ أو أنك أنت تسخر منه أو إلى آخره. فمهم جدا أنك أنت تكسبه يعني مصداقية صحيحة. أيضا من المداخل العقول خاطب الدوافع النبيلة عند الإنسان. كل إنسان عنده حاجات يعني مثالية، عنده شيمة، عنده فزعة، عنده، خاطب هذا الجانب، خاطب. إذا أنت خاطبته تحصله يعني يتجاوز كل شيء، يتجاوز مصالحه، يتجاوز طمعه، يتجاوز كذا، فيبدأ يعني يبذل لك ويعطيك. خاطب الجوانب الإنسانية، الشيمة، مراقبة الله عز وجل، حب الآخرين، فتجد عنده يعني أشياء أفضل من هذا. احفظ الأسماء. حفظ الأسماء يعني أمر عجيب جدا. يعني عندما تحفظ اسم شخص رباعي أو ثلاثي وكنيته وحب الأسماء ليه، وتحفظ وظيفته، عندما تقابله وتقول له هذه الأشياء لها وقع كبير جدا في نفسه. وكل إنسان عنده اسم يحبه وعنده كنية يحبها، فإذا أنت تخاطبه بهذه فأنت ملكت قلبه وعقله. لهذا إذا أردت أنك أنت تحفظ اسم فلان يعني اسأل عن اسمه، بعدين ابدأ كرره باسمه، ناديه باسمه مرارا، على أساس أنك أنت لما تصنع هذا يعني تستطيع أنك أنت تكسب قلب هذا الشخص. وحافظ على الابتسامة، ولعلي أختم بهذه ثم أنتقل إلى مداخلاتكم. حافظ على الابتسامة. الابتسامة هذه يعني بعض الناس الله أعطاه هي منحة، يبتسم في أحلك الظروف،
وبعضهم تقدم له أغلى هدية يقول لك شكرا بكل برود، ما في أي ابتسامة ولا 1%. هذه يعني فضل الله يؤتيه من يشاء. فالابتسامة علامة صامتة، دعوة صامتة، دعوة صامتة، تعبير صامت، الكل يفهم والكل يقدرها والكل يشعر أنها تعبر عن احترام، ولا تحتاج إلى ترجمة، لا تحتاج إلى ترجمة. الابتسامة لما تكون أنت فرحان وتبتسم شيء طيب، لكن لما تكون أنت حزين وتبتسم للآخرين هذه تكون أقوى. يعني إنسان يعرف أنك أنت في حزن وأنت ومع هذا أنت تشارك فرحته وتبارك له وتبتسم له، هذه وقعها مختلف تماما. الابتسامة عندما أنت تحصل على جائزة أو تربح أو تنجح أو تكسب، يعني هذا شيء طيب، لكن أطيب منها تبتسم وأنت اللي خسرت، هو الذي فاز وأنت الذي خسرت. هذه ابتسامة يعني قيمتها مختلفة تماما، وقعها في النفس مختلف تماما. الابتسامة عندما واحد يقدم لك هدية وتقبلها منه وتبتسم، هذا شيء طيب، يعني ردة فعل طيب، لكنه أفضل منها عندما أنت تشكر أنه قبل منك، عندما أنت تشكر أنك أعطيته. أنت ما لما تصدق على الفقير يفرح الفقير، لكن لما تبدي له فرحك أنت أنه هو تقبل منك هذا الصدقة أو هذا العطاء وفعلا هو أحسن إليك، تكون ابتسامتك مختلفة تماما. فلهذا الابتسامة لا تحتاج إلى ترجمة. أي شخص لا تعرفه ولا يعرفك ولا تعرف لغته ولا مجرد تبتسم له، ماذا يحصل؟ يردها حالا، مش اليوم الثاني أو بعد ساعة. فالابتسامة أسرع الديون قضاء، والابتسامة لا تحتاج إلى ترجمة كما ذكرنا. والابتسامة عبادة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، تلقى أخاك بوجه طلق صدقة. فالابتسامة المحافظة عليها هي فوز. فنحتاج أن إحنا نحافظ على هذه الابتسامة من أجل نكسب الآخرين. طيب نتوقف أو أختم هذه الشريحة ثم أسمع المداخلات. روعتك، قوتك، تميزك، سحرك فيما تمنح للآخرين وليس فيما تملك. يعني الذي يجعل لك ثقل ووزن عند الآخرين ويحبونك وتكسبهم ويميلون إليك ويثنون عليك، وهي بما تمنح أنت، بما تعطيهم وليس بما تملك. فالمحافظة على العلاقة اللي بينك وبين الآخرين كما يقال شعرة معاوية، هي تجعلك أنك أنت تكسب. من أجل تستمر علاقتك بالآخرين وتدوم محبتهم لك، تخلق بالتغاضي والتغافل. لا تدقق، لا تحاسب، لا تبحث عن الشيء اللي ستره الله، هذا أذنب، هذا أخطأ، هذا انتهك مدري إيش إلى آخره، أخطأ في حقك. إذا أنت تدقق وراه فأنت خسرته وقطعت هذا الشعر، وإنما تغافل جامد وما في يعني فرصة أني أضرب أمثلة. إذا أردت علاقتك بهم، أنا أقولها في الاستشارات الأسرية هم يعرفونها، إذا أردت علاقتك بهم تزداد رقيا وانسجاما، فعليك بالحصول على الرضا، ترضى أنت وتحصل منهم على الرضا، فيحصل التراضي، رضا الطرفين عن بعضهم. إذا أردت لهذه العلاقة صحة وسلامة واستمرار، فتجنب المحاسبة والتدقيق، فالتدقيق يمرضها، تجلس تدقق وراء كل صغيرة وكبيرة يمرضها. وهذه يعني نقع فيها كثيرا، نقع فيها كثيرا، خاصة في من يعني نعول أو في من نرأس أو في من يعني نربي، يعني هذه معضلة. أيضا إذا أردت أن يطول عمر العلاقة وأن يستمر لفترة طويلة، فإياك والتحقيق، أنك أنت تبحث عن كل صغيرة، فهو السام، هو الموت، هو يقتلها، يقتل هذه العلاقة. وحتى تتعلق فتخلق بخلق جيد، تخلق بالابتسامة
من أجل تتجاوز الأحزان، تخلق بالصبر عشان تغلب الهموم، تخلق بالصمت من أجل تتجاوز الحماقات والتصرفات السلبية، تخلق بالكلمة الطيبة والقول اللين حتى تتجاوز الكراهية كما قال الله عز وجل. تميز، تقدم، تمكن، اعمل ما شئت لكن لا تتكبر، خليك أنت في القمة لكن تواضع. اكتم ما شئت، عبر عن نفسك، قول اللي تبغى بس لا تزعل أحد. انتقد، هات وجهة نظرك، خالف كل من تريد لكن لا تنتقص في شخصه، ناقش الفكرة ولا تنتقص في شخصه ولا تناقشه هو في ذاته. وأخيرا أصل إلى ختام هذا اللقاء وأترك لكم بقية الوقت، والمادة تجدونها في الرابطين هذه، ممكن الآن عمر ينزلها لكم أو أحد فريق العمل ينزل لكم هذه الرابطين، وهي رابط للمادة ملف PDF ورابط أيضا للمادة كعرض بوربوينت اللي هو موجود معكم الآن، اللي هو موجود بين أيديكم. نزلها لكم أسامة، ممكن نزلها عمر أيضا. طيب بارك الله فيكم، يعني أنا أصل في نهاية هذا اللقاء إلى هذه الشريحة، وموعدنا إن شاء الله في اللقاء القادم اللي هو يوم الأربعاء الموافق 27 أو يوم الثلاثاء 27 إلى يوم 29، 27 28 29، 3 أيام، لبوصلة التفكير مقياس هيرمان وعلاقته بالتعليم المبني على الدماغ، التعليم المبني على تركيبة دماغ الإنسان، جانبه الأيمن وجانبه الأيسر وأجزاء الدماغ إلى آخره. فيعني إن شاء الله يكون لقاء ممتع، خاصة إذا يعني بحثتم في هذا المجال وكان فيه يعني تنافس جيد فيما بينكم، سيكون إن شاء الله يعني مشاركة جيدة. الآن أنا أترك لكم إذا كان فيه مداخلات أو تساؤلات أو استفسارات، أثقلت عليكم، باقي عندنا نص ساعة، يمكن بالحين بعضكم يقول لا تقول أثقلت عليكم، إيش نقول طيب؟ ها، أنا لما أقول أثقلت عليكم تعبتكم أرهقتكم، كلمات سلبية غير جيدة، ما هو الصواب؟ ها، يعني بدل ما أقول والله أنا تعبتكم أرهقتكم، ما هو الصواب؟ لازم نطبق. نسيم تقول شكرا لإنصاتكم، فأنا أقول شكرا لإنصاتكم، ودائما المدربين يختمون بهذه الشريحة، يقول شكرا لإنصاتكم، أنا سعيد بتفاعلكم وإلى آخره. حقيقة فعلا هذا هو شعوري أنا، يعني أنا فعلا يعني مداخلاتكم هذه كلها مسجلة عندي محفوظة، وأنا أعطيها فريق العمل، مداخلات الأمس كلها محفوظة عند أسامة وعمر، اطلعوا عليها وهم يوافوني بخلاصتها، وأيضا حواركم هذا وكتابتكم ودعائكم، نسأل الله أن يبارك فيكم ويوفقكم كل خير، أسأل الله أن يجعل عملنا هذا في موازين حسناتنا وحسناتكم أنتم أيضا، وأيضا يعني نشكركم بارك الله فيكم، بمشيئة الله أن يكون لقاءنا القادم يعني متعة لا تقل عن متعة هذا اللقاء. فما أدري غزل الشريف أظنها من أول رابع إذا بس قد يكون يرقص. طيب عبد الرحمن، عبد الرحمن تفضل بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك دكتور وأحيي الجميع وشاكر ومقدر لك، الله يحفظك وبارك الله فيكم جميعا. بارك فيك إن شاء الله. الله يسعدكم إن شاء الله. دكتور باختصار شديد عشان ما أطول على الأخوان وعليك. تفضل. دكتور بالنسبة للشخصية اللي تحب العتاب، طبعا أنا أحط تحتها 10 خطوط، عتاب المحب، إن كان العتاب عتاب محب لمحب، فما رأيك في هذه في هذا التصرف، إن كان يعني طبعا العتاب مو في كل شيء، في أشياء تكون مخصوصة يعني.
أيوه. يعني يكون العتاب في أشياء مخصوصة ولكنه عتاب محب لمحب فقط، أما الأشخاص الآخرين فلا. جزاك الله عني ألف خير. من هو المحب؟ المعاتب ولا المعاتب؟ المعاتب. المعاتب. طيب ما هو رأي المعاتب؟ كثيراً ما يتضجر من العتاب. طيب ممتاز، أحسنت بارك الله فيك. طبعاً العتاب غير جيد، العتاب غير جيد، والمحاسبة غير جيد. حتى من الله عز وجل يوم يحاسبنا هذا شيء قاتل، يعني الله عز وجل يوم يحاسبنا فقط يسألنا ويدخلنا الجنة، فالمحاسبة يعني شيء متعب، يعني يجلس يقول لك ليش وليش، يعني لهذا الله أكرم هؤلاء ما يسألهم بدون حساب، شيء عجيب، هذا كرم عجيب. مجرد المحاسبة والمعاتبة هي مؤلمة، مؤلمة، فالبعض يعني يستمتع بالحساب. طيب أنا كشخص لا أقبل العتاب ولا أقبل المحاسبة، أنا بالحين ما أكلم الشخص الآخر، ما أكلمه، أنا أكلم الأخ عبد الرحمن اللي هو يعاني من هذا الشخص اللي يعاتبه وكثير العتاب. هذا الشخص الذي يعاتبني يعاتبني ليش؟ هو يقول محب، يعني ممكن زوجته، ممكن ابنه، ممكن أبوه، ممكن مديره في العمل، ممكن شخص زميل يحبه ويعاتبه. يعاتبك هذا أكثر، ليش يعاتبك أكثر؟ اللي طالب المادة هي اللي موجودة الآن في الرابط هنا، هذا الرابط فيه مادة الباوربوينت وفيه مادة اللقاء كمادة علمية موجودة في كذا صفحة 30 أو 20 ناسي والله. فهذا الشخص الذي يعاتبك هو يحبك، هو يعبر لك عن ألمه، عن ألمه منك. طيب ماذا يريد؟ يريد أنك تعتذر، يريد أنك تتأسف، يريد أنك أنت تشعر أنه والله يعني أنك أنت عالمته. طيب ما هو العلاج؟ العلاج لا تخليه عاتبك، لا تخليه عاتبك، أنت عاتب نفسك. زي بعض الشعار كان يهجو نفسه صار ما حد يهجيه، فأنت اعتذر له قبل ما يعاتبك، وأنت اعترف بخطأك قبل كذا، وأنت اشكره على يعني فعله على كذا كذا كذا، وخليه يشعر بقيمة الثناء وبقيمة كذا. يعني أنت لا تكون ردة فعلك سلبية. كيف؟ عندما مثل ما تفضل أخ عبد الرحمن وقال هو محب. طيب المحب ماذا أصنع معه؟ المحب أني أعتذر له، أبكي بين يديه، أستسمح منه وأقول صدقت. أنا لما أقول له والله صدقت وهذا تقصير مني وأنا آسف وأبدأ أثني عليه، يعني ممكن هو يتحول ويبدأ يعني هو يعتذر. وإذا كان هو يجد لذة في العتاب فأنا أعطيه هذا اللذة، لأنه هو عتابه هذا ما يعني ينفره مني أو ينفرني منه، أو يعني هو ما يرى أنه هذا مزعج لي، بقدر ما هو يبحث عن الاعتذار، يبحث عن الكلمة الطيبة، يبحث عن آسف، يبحث عن إيش يرضيك، يبحث عن شيء معين، يريد شيء معين، أنا أبحث عن هذا الشيء الذي هو يريده. فردة فعلي هي العلاج لهذا. وأنا أضرب مثال مثلا فيما يحصل بين الزوجين، يعني أحيانا بعض النساء تأتي تقول والله زوجي أهان كرامتي، زوجي أهان كرامتي. فأنا أقول يا بنتي ما لك كرامة، أنت ما لك كرامة. قالت أنتم هكذا الذكور، يعني ما ترون شيء، وأنتم ذكورية، وأنتم وأنتم، وما لنا حقوق عندكم. قلت لا يا بنتي، ما أنا أقول أنت ما لك كرامة عند زوجك، ما لك كرامة أبدا. قالت ليش؟ قلت هكذا. طيب أتكلم في عرضي، قلت أيضا ما لك عرض. قال طعن في شرفي، أقول مالك شرف أمام زوجك، لا لك عرض ولا كرامة ولا شرف. فتقول كيف؟ يعني لما يسوي زي كذا يتكلم في كرامتي في عرضي في شرفي ماذا أصنع؟ أقول لا شيء، أسكت، يعني خليه يقول ما أسكت. طيب وبعدين إذا ذهب هذا الحوار وذهب هذا الألم، قالت يأتي يعتذر ويتأسف. تتأسف حبيبي ليش؟ والله أنا أهنت كرامتك، أنا مالي كرامة. كيف؟ مالي كرامة، بس أنا طعنت في شرفك، أنا مالي شرف، بس أنا تكلمت في عرضك، أنا مالي عرض. كيف أنت مالك كرامة ولا لك شرف؟ كلها لك، كرامتي لك، شرفي لك، عرضي لك، كلها تبعك، سوي فيها ما تشاء. أنا الآن لو أحد يخطي علي من برا في الشارع في سوق يهين كرامتي ماذا تفعل؟ قال قاتله، تكلم في شرف، قال قاتله، تكلم في عرضي أقاتله ودافع عنك، خلاص إذن هي لك، كرامتي لك، عرضي لك، شرفي لك.
فلو حصل هكذا ماذا يحصل؟ قالت خلاص ما عاد يقول شيء. ليش ما عاد يقول شيء؟ لأنه يرى ما تأثر علي، فهو هدفه يزعلني، هدفه يعني يبين لي أني أنا أخطأت على أساس يعني أقول آسف حاجة شيء، أزعل أبكي، لأنه هو ممكن يكون متألم مني ألم شديد، فيريد أن يؤلمني مثل ما هو متألم. فعندما يرى أن هذا السلاح لا قيمة له يتركه، إذا رأى أن هذا السلاح لا قيمة له يتركه، ما عاد يستخدمه. فأنا إذا بغيت لا يستخدم هذا السلاح لا أنفعل، لا أحقق الشيء السلبي الذي هو يريده، وإنما أحقق الشيء الإيجابي الذي هو يريده بطريقة أخرى، حتى لا أقول هل من مزيد، حتى لا أعوده أنه يصير إيش هو يريد أن يعني يستخدم هذا السلاح، يعني كيف أنا أخليه يتركه. طيب أنا أشوف إذا كان فيه في الكتابات أسئلة أو طيب ما أدري. عبد الرحمن رفع يده مرة ثانية، تفضل يا عبد الرحمن إذا كان تريد شيء. لا يا دكتور، لعل بالخطأ لكن المعذرة منك. أحسن خطأ، أحسن خطأ نسمع صوتك مرة ثانية. الله يكتب زين إن شاء الله. جزاك الله خير. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان غزل تفضل أنت. السلام عليكم. السلام. عندي سؤال، إذا تأكدت من الاتصال الجيد وما لقيت نفس المهمة، في هذه الحالة في مشكلة؟ نعم، في مشكلة. إما يكون أنا اتصالي ما كان جيد، أنا ما وصلت الرسالة صح، أو أن الشخص يعني ما كان تأكيد، أو أنه هو عنده مشكلة في غفلة أو إهمال أو كذا، فكيف أعالجها؟ أنا أبحث عن السبب. يعني أنت قلتي أنه اتصال فعال، اتصال جيد، اتصال ناجح، كيف؟ يعني قلت لولدي إذا جاءت الساعة كذا ينبغي أنك تنام الساعة كذا عشان بكرة عندك منصة تدرس فيها. فقال حاضر. قال حاضر، خلاص قال حاضر، واعتبر أن الرسالة وصلت. لا خطأ، الرسالة ما وصلت. كيف أتأكد؟ إيش قلت لك يا ولدي؟ قال قلت يا ماما أنك إذا جت الساعة كذا تنام. ليش تنام؟ عشان بكرة أصحى لصلاة الفجر مثلا مبكر. رايح، أحسنت، خلاص تأكدت أنها وصلت. طيب خلاص وصلت، لكن على أساس أن يكون اتصال فعال أزيد أحاسبه هل نام ولا ما نام. طيب كيف؟ يكفي أني أمر عليه أقول الساعة كم؟ قال 10 إلا ربع، إذن باقي أمامك ربع ساعة. يعني أقول له أنت أحسنت، أنت لازلت منضبط بالوقت. قال والله 10 وربع. أقول ترى فاتك يعني ربع ساعة، ترى خسرت ربع ساعة. اشغل نفسك بالأذكار، اشغل نفسك بالتسبيح، اعمل كذا كذا عشان يساعدك في النوم. وأكون أنا من قبل هيأته للنوم بطرق شتى، يعني لا أطالبه بشيء ما يستطيعه، يعني وضعه ما يستطيعه. إذا كان هو نايم طول النهار أجي أقول له نام الحين بعد المغرب ولا بعد العشاء، يعني غير صحيح. فالاتصال إذا أنا أديت أركانه صح، أني أنا أرسلت الرسالة بوضوح وتأكدت أنها وصلت، أحتاج أني أشوف أين الخلل. قد يكون في عدم التعاون، التحفيز، قد يكون عنده هو مشاكل أخرى، عوائق أخرى أنظر إليها. بارك الله فيك. طيب الله يسعدك، ما شاء الله كلامك جميل، مو نفسي تخلص الكلام. أنا والله يسعدني تداخلات الإخوة. أنا أشوف بس الكتابات عشان بس، والله أنا رقمي موجود لمن أراد أن يتواصل من الإخوة عن طريق الواتساب. مكالمات ما أرد عليها إلا لضرورة، إذا كان المكالمة يعني تعالج مشكلة فقط. بالنسبة للروابط يعني ممكن تصورون الشاشة، وممكن تشوفون الكتابة، الشات، الكتابة موجودة الروابط فيها، ممكن نصها ممكن كذا. فمادة اليوم ومادة أمس هي موجودة، ممكن أسامة ينزل مادة أمس، يا عمر نزل لنا مادة أمس، الرابط حق أمس اللي ما تمكن منه. رقم الواتس هو نفس الرقم هذا موجود أمامكم، فممكن يا عمر تنزل لهم الرابط
اللي كان بالأمس؟ في كتاب اسمه بصمة بوصلة الشخصية، بوصلة الشخصية، كتاب بوصلة الشخصية. هذا الكتاب يذكر أنماط أخرى غير التي ذكرناها، هذه الـ MBTI، وغير تبع الـ هيرمان، يعني يذكرها. هذا الكتاب يذكر الشخصية الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية. يعني ممكن عندي أنا شيء تحفظ بسيط في هذه، على أساس أنه لا يفهم خطأ. يعني أحيانا أحدث، هو هذا الكتاب اللي هو اسمه بوصلة الشخصية من جرير، كتاب مترجم جيد، أيضا مذكور فيها الـ MBTI ومذكور فيها تقسيم هيرمان. الكتاب هو بهذا الشكل، يعني ممكن يعني أحد يرسل رابط لصورته من الإنترنت. بوصلة الشخصية، أسلوب جديد لفهم الناس، وترجمة حمود الشريف، مترجم جامعة الملك سعود، والمكتبة اللي تبيعه جرير. كتاب جيد، كتاب جيد. نزل لكم أسامة ونزل لكم عمر الرابط تبع أمس، الحقيبة التدريبية، باوربوينت وبي دي اف، ورابط اليوم. يعني أنا حقيقة حريص على أنكم لا تكتفون بالحضور، وإنما حتى المادة تكون بأيديكم، وأتمنى أن أنتم أيضا تكونوا حريصين على إسعادي بتفاعلكم بالتجاوب، بالتغذية الراجعة، وأي فوائد، أي أشياء ممكن، يعني ملاحظات كذا أنا أستفيد منها في دورات قادمة، ويكون يحتسب لكم الأجر. والمادة التي ترونها أنتم والمشاركة، أنا عندي فريق تقريبا يمكن حوالي 9 أو 10 أشخاص. طيب، نسيم، نعم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هل في اختبار للحصول على الشهادة ولا ما في؟ لا، بدون اختبار، بس يكون ايش، الشخص حضر، يكون حضر. هذا طبعا تنظيم عند المعهد، انا ما ادري كيف طريقتهم في الشهاده، لكنه فيه رابط يتم تعبئته. اسامه وعمر هم ملاحظين الاسماء، وهم يمكن يعرفون الفريق اللي حضر والفريق اللي هو يرغب في الشهاده وكان حضور. انا بالنسبه لي الشخص اللي يعني يشوف هذا الماده، انا بنزلها ان شاء الله في قناتي في اليوتيوب، اللي يشوفها وممكن يقدم فيها يعني بحث أو شيء لو هو ما حضر، فأنا ممكن أجيزه. بالنسبة لي أنا أجيزه، إذا يجيزه المعهد فهذا شيء خاص بالمعهد، لا أعلم. لكنه أسامة هنا موجود، هو يلاحظ الأسماء، والأسماء أيضا بتكون يعني مكتوبة ومنسوخة عندهم، وهم عارفين اللي حضروا. والأسماء والحريصين على الحضور هم دخلوا في الرابط وسجلوا أسماءهم كما يريدونها بمعلوماتهم. ليس عندي خلفية في هذا. بارك الله فيك. طيب، الأخ محمد أحمد، نعم، في شيء يا نسيم؟ تفضل. السلام عليكم. لحظة يا أخ محمد، بس تنتهي نسيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، تفضل. أنا أمس عدت الاختبار عن طريق الرابط اللي أرسلته. أيوه الاختبار أيوه في يعني الاختبار اللي سويته معك كان ISTG. أيوه الاختبار اللي اختبرته عن طريق الرابط ISFG، ايوه. يعني في اختلاف بسيط. طيب، الاختلاف البسيط هذا تحتاجين ترجعين لنفس الأسئلة اللي تتكلم عن هذه الجزئية، وتشوفين هل هو الخلل في إجابتك السابقة أو في إجابتك الثانية. ولكن ومع هذا، فالاختبارين كلها يعني اختبارات تجريبية، ليس يعني اختبارات اجتهادية، وليست هي الاختبارات الأصلية في هذا الجانب. في هذا الجانب يعني أحيانا العبارات تختلف في الترجمة، يعني العبارات تختلف من شخص لشخص في ترجمتها وأيضا في فهمها. لهذا كتبت أنا من الشروط أنه مهم جدا أني أستوعب العبارة قبل أن أجيب عليها. فلعلك تعيدينه مرة أخرى في ظرف آخر، في مكان آخر، حتى يحبر لديك ما هي. وفارق بسيط مثل هذا لا إشكال،
وليست المشكلة في أني أنا أعرف نمط شخصيتي وتصبح هوية لي، بقدر ما أني أنا أعرف أنماط الشخصيات جميعاً وأنه أنا كيف أتعامل مع هذا الشخص، فأكون تفصيلي مع التفصيلي، وأكون إيجازي مع الإيجازي، وأكون جاد مع الجاد، وأكون إلى آخره. طيب يا دكتور، أنا يعني أحاول أني أتعامل مع الناس يعني بالحسنى، لكن يعني دائماً اللي حولي يعني ينعتوني بالنفاق والمجاملة والكذب، يعني كيف أتفهم يعني أتصرف؟ الله معنا. الله ماذا يقول؟ الله ماذا يقول عنك؟ يقول أنت منافقة ولا لا؟ أنا يهمني الله ماذا يقول. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله لي رحم أقاربي، لي رحم أصلهم ويقطعوني، أعطيهم ويمنعوني، أحسن إليهم وأسيء ويسيئوا إلي. يعني أنا عندي ناس مصيبة، يعني أنا طيب معهم هم بطالين معايا، يعني ساعدني. لحظة يا بنتي، ساعدني يا رسول الله، يعني ساعدني، يوقف معايا. النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن يرسل وفد لهؤلاء يقول يا جماعة لا تسوون زي كذا، هذا بالحلال معكم لا تعملون معه زي كذا، أو كان ممكن يقول جيبوهم لي هاتهم حضروهم ويحقق معهم ويحاسبهم. لكن ماذا قال؟ المستشار دائما يعالج الشخص صاحب الشكوى، يعالج صاحب الشكوى ما يعالج البعيد. يعني أنا كثير في الاستشارات يجيني مثلا شخص يعني يستشير يقول والله زوجتي كذا 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 ويعددها، فأقول اعمل كذا، قال طيب وهي ما هي مجرمة؟ هي مجرمة، ما لي علاقة فيها، أنا علي علاقتي بالمجرم الذي بين يدي اللي هو أنت. أيضا تأتيني واحدة تشكي من زوجها هو فعل وفعل وفعل، ماذا تريد مني؟ هي تريد مني أقول فعلا هذا مجرم وأنا أنصحك بالمحامي الفلاني وروح للقاضي الفلاني وارفعي عليه دعوة، تقولي وهذا الشخص تمام هذا اللي فاهمني. لا مو كذا، أنا يهمني ما هو الخلل الذي لدى هذا الشخص الذي يأتيني، هذا المستشير، المستشير هذا الزوج أو زوجة ابن أو بنت، ما هو الخلل الذي عنده؟ فإذا صلح الخلل الذي عنده صلح الخلل الذي عند الآخر، فأنا أعالج خلل هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال إذا كنت كما تقول، يعني إذا كان كلامك صحيح أنه والله أنت تحسن إليهم هم يسيئون إليك، والله أنت تعطيهم هم يمنعونك إلى آخر، إذا كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، تسفهم من السفوف، كأنما تسف يعني بعض الطعام يعني نسف وسف، فكأنما تسفهم يعني تأكلهم المل. المل إيش هو؟ الرماد الحار، يعني أنت قاعد تقهرهم، فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك عليهم من الله سلطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو بماذا أوصى؟ أوصى هذا بماذا ينبغي عليه أن يفعل. المرأة التي أتت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله أنا أصرع، يجيني صرع كذا ويغمى علي، ادعوني أني ما أصرع. النبي قادر أنه يدعي لها أنها ما تصرع وخلاص، يستجيب الله دعاؤه، دعاؤه مستجاب. لكن يريد النبي يقول يعني ما كل واحد عنده مصيبة يبغاها تنشال، يعني أحيانا يكون من علاجك تكون هذه المصيبة. يعني أنا فقير، من علاجك أنك تكون فقير. أنا غني، من علاجك أنك الله عز وجل جعل الغني غني لمصلحته، وجعل الفقير فقير لمصلحته، والمريض مريض لمصلحته، والصحيح صحيح لمصلحته. ولو انعكست يعني ممكن يصير كارثة، المريض لو أصبح بعافية ممكن يكون كارثة، ممكن يفسق، هذا المتعافي ممكن لو مرض يجزع ينتحر، الغني لو أصبح فقير ممكن يعني يهلك العالم. فالله عز وجل أعطى كل واحد ما يناسبه. فهذه المرأة تقول لي يا رسول الله أنا أصرع أدعو لي، فقال إن شئت دعوت لك، يعني إذا تبغين أدعي لك أدعي لك، وإن شئت صبرتي ولك الجنة. يعني شوف المساومة، تبغين تصبرين لك الجنة، فقالت أصبر يا رسول الله ولي الجنة، خلاص بصبر، لكن أدعو لي ألا أتكشف. هنا طبعا ما قال النبي لا ما برضو أصبري، لا التكشف أمر غير، قالت خلاص أنا بصبر على الصرع، لكنه يعني ادعي لي أني ما تنكشف عورتي، أني ما تنكشف ملابسي، فدعا لها. فنحن لا ينبغي أن نغير العالم من حولنا، بل نغير أنفسنا، إحنا نروض أنفسنا ونتقبل الحال. تفضل يا محمد. السلام عليكم. حياكم. تفضل بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. كيف حالك يا دكتور؟ خير الحمد لله، الله يحفظك. الله يسلمك ويخليك يا دكتور.
أنا بتكلم عن هذه المحاضرة تتعلق بالموضوع إن أنا كنت وياك السنة اللي فاتت تكلمتك بالتليفون وقلت لك إن أنا يعني أنا ما أقدر أتفوق وأنا أدرس وأنا أذاكر وأنت أعطيتني نصايح قيم وايد يعني قيمة والإرشادات مفيدة وحتى أنا سمعت كلامك وطبقت مع يعني طبقت وسويت كل شيء اللي قلت لي اللي قلته أنت لي ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله والحمد لله ويعني قلت لي لا تحمل احذرنا الشيطان أذكى واحد في العالم هو موجود من يوم خلق الله آدم إلى يومنا هذا أحسنت احذر من الشيطان ترى لا يوسوس لا يفرق بينك وبين هلك ولا بينك وبين جوتك ولا بينك وبين جيرانك ولا مدرسين ولا الزملاء حاول اذكر رب العالمين وخذ الأذكار والله يساعدك ما شاء الله تبارك طبعاً يا محمد أنا قلت لك كلام جميل جداً صح؟ نعم لكن الأجمل منه أنك أنت ذاكر هذا الكلام واستوعبته وطبقته فلو أنت ما طبقت كلامي هذا الجميل لا قيمة له لكن الأجمل من هذا استيعابك له وتطبيقك له فأنت الآن يعني كأنك تذكر الكلام كأني أقول لك الآن هو طبعا يذكر لي الشيطان الحديث عن الشيطان هذا له عندي فلسفة فأنا أذكر محمد يعني ماذا يقصد طيب يا محمد عشان يتعرفون عليك الجمهور أنت طبعا من دولة البحرين الشقيقة نعم وكم عمرك بارك الله فيك 40 ما شاء الله تبارك الله ومتزوج طبعا نعم كم لك من نصايحك كم لك متزوج البيت عامر ما شاء الله الحمد لله الحمد لله هذا من فضل الله عز وجل من فضل الله علي وعليك كم لك متزوج 6 سنوات ست سنوات العام اللي فاتت قلت لك 5 سنوات نعم 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 كم عندك أبناء عندك أبناء ولا خلفت بنت عمرها 2 شهر ما شاء الله تبارك الله أسأل الله أن يجعلها لكم قرة عين إن شاء الله وأسأل الله أن يجعلك لزوجتك لباسا وسكنا وأن يجعلها لك لباسا وسكنا وأن يجعل بينكم مودة ورحمة وكل زوج وزوجة يستمعون إلينا والذين لا يستمعون إلينا من المسلمين والمسلمات وأن يجعل ابناءكم قرة عين لكم ما هو وظيفتك ما هو طبيعة عملك موظف حكومي في وزارة الداخلية ما شاء الله إداري ما شاء الله إداري ما شاء الله طبعا هذه المعلومات أنا أعرفها عنك أتذكرها لكن حبيت الإخوة الذين يستمعون إليك وهم يسمعون يعني نبرة صوتك وصدقك في العبارة أن يعني يتعرف على شخصك ما فأسأل الله لأن المحاضرة كتب القلوب وأنا بيقول أن أنت كتب قلبي يعني الحمد لله هذا توفيق الله عز وجل الله يسلمك توفيق الله عز وجل بارك الله فيك وحفظك الله يسلمك الله يبارك فيك إن شاء الله ونشكر الجميع أنا حقيقة أني أشكر الله عز وجل شكرا يعني جزيلا شكرا لا يحصيه إلا الله عز وجل بارك الله فيك يا الله يسلمك الله فأنا أشكر الله عز وجل الذي هيأ لنا هذا وسخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وأن يعني أمتعنا وإياكم بهذا الوقت الطيب وشكرا للجميع حقيقة على تفاعلهم وتعاونهم وأسأل الله لكم التوفيق والسداد ونلتقي بكم إن شاء الله في اللقاء القادم وهو إن شاء الله سيكون في يوم الثلاثاء القادم بمشيئة الله بيكون 3 وأربعاء وخميس في دورة بوصلة التفكير وعلاقتها بالتعلم جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك